السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة حديث القاهرة ومن المنطقي والطبيعي والبديهي والإنساني والصحفي والمهني وكل ما هو والمصري والوطني أن يكون اهتمام الناس وحديث القاهرة عن تلك الحادثة التي انتهت بضحايا من شباب وأطفال مصر غرق في مياه النيل إثر غرق سيارة فيها معدية في منشيه القناطر قريه القطر 24 عامل بالامس في سيارة النقل بي عربيه النقل بتعدي على المعديه المعديه متهالكه والعربيه غالبا اكثر تهلكا غرقت العربيه وقعت حسب اخر بيان للنيابه فاحنا بنتكلم على 10 غرق قتلى و14 نجوا إذا كنا من هنستعين بشهادات الشهود وصفحات الفيسبوك حيث تتكلم وتتحدث عن غرق الجميع يعني. المشهد البائس والمؤلم والمؤسف ده والحادثة <applause> التي عندما تصل أسماعك تتمنى إن ربنا يكون يعني نجى ويكون خفف فلما ينتهي الأمر بالموتى والغرق يعني كل ما فيك ينطق باحساس الالم والاسى وفي نفس الوقت تامل شديد لان احنا رغم كل ما انجزناه وننجزه ليس لا يزال امامنا الكثير ولا تزال هناك في مصر مناطق واماكن واشياء في حاجه ماسه وهائله للتطوير ولاندماجها في خطط التطوير بقوه وبسرعه وبشد أول شيء تشوفه في عربية نقل شايلة 24 عامل زراعي من قرية إلى أخرى، تشوف مصر الشقيانة. يعني تدرك على طول قد إيه مجتمعنا مجتمع شقيان. طالع عينه مكافح. ناس بالفجر طالعة راحة شغلها بتجري وراء أكل عيشها وبتعود مع المساءات بعد ما تخلص شغلها ومتكدسه في عربيه وطالعين على معديه واماكن فيها استخفاف حتى بحياه البشر زي المعديه دي بتهلكها ويسقطوا ويموتوا ده بقى فيهم ملايين كل يوم بيعملوا نفس الحكايه جري ورا الرزق شقى والعمر كله يضيع في هذا الشقاء بحثا عن يعني بضعه جنيهات يقمن صلبهم فمصر شقيانه فعلا الشعب شقيان وتعبان و... ومكافح و... وكل هؤلاء الذين يرمون هذا الشعب من قصد او غير قصد عن عمد او عن يعني غفله بانه مش شغال انه مش عايز يشتغل ده كلام يعني من الصعب جدا ان نستسلم له ونقبل به و... ونتعامل معاه تعامل أنه وجهه نظر او راي لا هو الشعب المصري مكافح وشقيان وتعبان وطالع عينه وبيسعى على لقمه العيش ومش مستسلم لل... للحاجه الضيقه او للفقر او للبطاله وعشرات الشباب اهو اللي احنا شايفينهم هتلاقيهم اتحدى اذا كان اي واحد فيهم لا يحمل مؤهلا هتلاقي اللي معاه دبلومات زراعه على صناعه على بكريوس على ليسانس هتلاقي بتاع المعديه نفسه ما عندناش معلومات لسه هتلاقي نفسه هو عنده مؤهل ومع ذلك بيشتغل في غير مؤهله ليه؟ لانه ده دي الحياه ده كفاح الشعب المصري من اجل الرزق ولقمه العيش والعمل الشريف والمحترم اذا كان هناك يعني نسب بطاله فهي نسب بطاله يضطر اليها الشعب المصري وليس اختيارا اذا كان الشعب المصري وافراد كتير من شبابه حلمه أنه يروح في وظيفة آمنة وأنه ده حلم طبيعي ومشروع. لكن على ما يروح للوظيفة الآمنة واللي تلبي احتياجاته لا يتوقف عن العمل وعن الشغل. أنا قلت لكم عشرات المرات قبل كده اصحوا الصبح الساعة 6 الصبح 7 الصبح وامشي بس في القاهرة مش هقول بقى في صعيد مش هقول لك في منشية القناطر وروح شوف المعديه عامله ايه الصبح شوف الناس وهي رايحين راح الغطان وراح الشغل. لا هقول لك بس في طريق دائري في القاهره وشوف حجم الميكروبوسات اللي شايله عمال والشركات اللي جايبه موظفين والميكروباصات اللي شايله طلبه وحاله العمل والكفاح من 6 7 الصبح فهذا شعب يكافح ويعمل على قد بقى تعليمه على قد امكانياته على قد ما اكتسب من مهارات وقدرات دي حاجه بقى يعني فوق احتماله وقاعد يعني بقى التعليم بينتج مواطن شكله ايه بينتج موظف شكله ايه بينتج عامل شكله ايه دي قصه تانيه نقدر نتكلم للصبح في المهارات والكفاءات وتراجعها وضعفها و... انما ده مش ذنبه ده ذنب بزنب منظومه كامله في الاداره وفي التعليم بتنتج في الاخر المنتج بتاعها ده انه ممكن يطلع معاه دبلوم تجاره يعرفش يكتب اسمه جايز جدا هل ده ذنبه لا ذنب المنظومه والاداره كلها ممكن يبقى بكريليوس وليسانس وطالع ما يعرفش الالف والكوز والذره في الحياه لا عارف تاريخه ولا عارف دينه ولا عارف خالص ويضحك عليه في اول لفه عربيه كده حد يسرح بيه كلمتين يقنعه بالتطرف ولا يقنعه بالتسلف ولا يقنعه بالهجره ولا يقنعه باي حاجه هل ده ذنبه هل لا دي مشكله الاداره والمنظومه لكن هو الشعب المصري الفلاح المصري اللي بيربي ابنه بطلوع الروح وبيصرف عليه من دم قلبه المصريين اللي بيدفعوا قرابة 30 إلى 40 مليار جنيه سنويا للدروس الخصوصية وللسناتر ده علشان يعلموا أولادهم مش عشان ما عندهمش هواية اسمها يشقوا ويرموا فلوسهم من يعني فعايزين يعني الرغبة موجودة والإرادة موجودة كون إن المنظومة مش موجودة دي قصة تانية في نفس الوقت لما تلتفت للضحايا وتشوف هتلاقي اطفال اطفال عماله اطفال يا جماعه لسه لازلنا في بمناسبه زيادة السكانيه اللي بنولح عليها دايما في الكلام لسه في ناس بتشغل اطفالها وعيالها عشان الرزق وعشان تعرف تصرف عليهم وعلى اخواتهم فالمسألة شقة حقيقي بقى ويعني ولما يجي إحساس الأب أو الأم وهم قاعدين في في القطة كده وداخل عليهم الخبر الأسود بإن ابنهم اللي هو كمان مش بس ابنهم وفلزة كبدهم يعني وحتة من كبدهم لا كمان ومصدر رزقهم غرق ومات يعني الموت الذي هو أيضا خراب ديار يعني المواقف الحزينه المؤلمه المؤسفه المؤسيه دي لازم تخلي الدوله وتخلينا كلنا ننتبه لاولوياتنا زي ما قلت لكم مهما فعلنا من انجازات الدوله بتفعل طبعا ولا شك لكن لا يزال هناك مشكله في الاولويات يعني انا عندي 3000 معديه في مصر 3000 شوية معديات في اغلبها غير ادمي وغير هندسي وغير صحي بس بيلبي احتياجات حقيقيه عند المصريين وعند المجتمعات اللي فيها المعديات دي عندك على نهر النيل والـ والـ والمنافذ والـ النهريه دي كلها عندك 3000 وشويه معديه. من الاولويات القصوى انك تبص لحكايه المعديات دي زي ما بنبص للقطارات زي ما بنبص للنقل والطرق ما دام النقل النهري اهو وده المو... ده بيتعامل مباشره مع مواطنين ومع ايقاع الدوله السريع في محاوله الانجاز السريع يعني لابد ان احنا في اولوياتنا السريعه نقول ما نقعدش بقى ننتظر إيه نعمل ايه في ونبنيهم كباري و يعني خلاص هي يعني كباري حاجه كويسه وكل حاجه بس كترت قوي وتفضل المعديات طالما بتحتاجها الناس انما نجيب بقى 3000 معديه جديده نستوردها بقى نصنعها نعمل فيها ايه والدوله تشتريهم وتديهم لاصحاب المعديات القديمه ويهلكوا زي فاكرين بتاع التاكسي اللي الهالك ياخد منه الهالك ويديله التاكسي ويتصرف معاه معا على اقساط ازاي وهو اللي يديرها ويتدرب عليها هو ده الحل. فشهر شهرين نلاقي 3000 معديه اتغيروا. وما نسمعش مثل هذه المصائب مره اخرى او لما نسمعها نسمعها على سبيل بقى القدر ولحظه بقى يعني لا يمكن اي تفاديها من اي نوع. انما ما تحصلش بتبقى شيء عادي ويومي وطبيعي. و... و... وتبقى المشكلة بس ان احنا مش عايزين نبالغ في صور الاطفال اصلا محزنة قوي او مش عايزين حد يستغل الواقعة دي من المتربصين بمصر والكارهين للدولة وينفقوا فيها ويشوهوا في صورة بقى كأنها ما بتعملش حاجة كأن المسائل يعني كأن البلد دي قاعدة ملهاش حكومة متفرغة لشغلها يعني هتلاقي بقى بال... يعني التخوفات دي وبعضها مشروع اصل مش عايزين نشوش على الصوره، اصل مش عايزين نشوه الصوره، اصل مش عايزين ننتقص من الانجازات العظيمه اللي حصلت، احنا عايزين نكمل، يعني احنا عايزين نكمل الانجازات ونعمل الانجازيات الانجازات اولويات. وزي ما احنا بنعمل حياه كريمه كده ومشوار حياه كريمه، لازم المعديات دي تبقى جزء اصيل في المع... في الحياه الكريمة ولازم المعديات دي تكون زي تبطين الترع كده. اللي هو نصحى من النوم نلاقي طب يعني هناك 4000 كيلو مش عارف لغايه كام كيلو لغايه دلوقتي تبطن وترع نعمل ده فورا مع المعديات وتكون الحادثه دي هي حلمنا وهدفنا بانها تكون الحادثه الاخيره ويكون ضحاياها هم اسماء وعناوين كبيره قوي للتغيير ان احنا نغير في هذا الوضع ونغير في هذا المسلك ونغير في هذه الطريقه ونغير في هذه الاولويه علشان يفضل ضحايانا اولادنا و... وابنائنا اللي ماتوا في القطف منشيط القناطر يعني اخر الضحايا واخر الاحزان ودايما يعني لما بنروح نعزي بعض بنقول يا رب يكون اخر الاحزان فعلى الاقل الموت قادم ولا شك وعلينا جميعا ولا شك لكن آآ آآ انا برضو مش عارف حكايه اليومين دول حكايه الشماته في الموت دي كان الموت يعني يقول لك اصله مات وهلك ونفع مش فاهم هو هو في حد بيموت دون الاخر يعني الموت ده عقوبه للناس الوحشه او الناس اللي انا كارهها ورافضها فلما بيموتوا يبقى واو العقوبه حصلت <applause> يعني اول مره اعرف الحكايه دي الموت ده لينا كلنا حضرتك الكبير والصغير والفقير والغني الموافق والموالي والمعارض والمختلف يعني واليميني واليساري والاسلامي والعلماني كلنا بنموت يعني دي حقيقه معقده مش عقوبه لحد حق يعني حقيقه مؤكده مثبته يعني لا يمكن نفيها باي حال من الاحوال فالموت الاخير لابنائنا في القناطر بقول لك لازم يكون بالنسبه لنا هو يعني نقل يعني واحنا بنغسلهم وبندفنهم نغسل في قلوبنا من أضرانها ومن سوأتها ونعهد ونتعاهد على أنه تبقى أولوياتنا واضحة أولوياتنا للغلابة وللفقراء وللاحتياجات الرئيسية الأساسية للشعب المصري والمعديات ده جزء أصيل منها ونكمل بها الصورة مش بنشوه بيها صور نجاح حصلت لكن بنؤكد ان السلبيات دي سلبيات حاضرة وقوية ومهمة ومرة تانية وثالثة وعشرة ولن أكف عن الإلحاح على هذا المنطق إنه المحليات في مصر لو إحنا عندنا مجالس محلية في مصر هتقدر تتابع وكان زمان المجلس المحلي من شطر ده عامل أزمة بنت لزينة على المعدية دي نتيجة إن اللي بيعدوا عليها كل يوم أعضاء في المجلس المحلي وأبناء البلد فيشتكوا ويقولوا ويعملوا استجوابات ويعملوا أسئلة لرئيس المدينة والمحافظ والمدير الأمن ومدير الزكاة دي تبع غالبا هتبقى مسطحات مائية لو, لو بنتكلم في شرطة أو موارد مائية لو بنتكلم في أشغال وري يعني هتلاقي اهتمام يومي من الناس في المحليات بالشؤون دي بشؤونهم اليومية اللي هم شايفينها وعارفينها وحاسينها وطالبين تغييرها فيستجيب لها المسؤول وتستجيب لها الدوله وتنبه الدوله وتنبه اجهزتها وتحذرهم وتنذرهم وتحاسبهم وتسائلهم انما طول ما احنا بقالنا 11 سنه ما عندناش رقابه ومحاسبه محليه فالحاجات اللي تبدو بالنسبه لنا صغيره ثم تحصل فيها ازمه تيجي على دماغنا كلنا يعني سوف نستمر في هذه الاخطاء وسوف تستمر في هذه الحوادث طول ما عيوننا مش موجوده المجالس المحليه في القرى والمدن والمحافظات حاجه اساسيه ورئيسيه حتى لو هتجيب موالين مؤيدين مصفقين لانه في الاخر الموالين المؤيدين المصفقين مش عايزين برضو المعديه تقع حتى لو المجالس المحليه هتتهندس وانت تاخد عشرة وانت تاخد عشرين وانت تاخد اربعين وماله حتى لو بالشكل التعييني والهندسة دي والتوزع على الاحزاب وماله بس يروح يراقبوا بس لانه الموضوع مش موضوع سياسة ده موضوع محلي انا في الحد الادنى شوف بقى الواحد قاعد يتنازل يتنازل لغاية ايه انه بس يعني يبقى عين رقيبة حسيبة مسائلة على الاحداث اليوم التفاصيل اللي في حياة الناس المحليات وده وده شغلها على فكره السياسه دي بتاعت مجلس النواب وبتاعت يعني الاحزاب السياسيه لما بتشتغل وتتكلم وتقول ده شيء مهم للغايه مره اخرى هذه الحاله هذه الحادثه تكاد تطالبنا جميعا بان احنا نؤكد على ضروره وجود الرقابه الشعبيه ممثله في المحليات وان تعود المجالس المحليه وتشكل وتنتخب حتى تقوم بدورها الرقابي والحسابي المحاسبي لما يحدث في ريفك واقاليمك يا مصر وصعيدك وسواحلك وفي كل مكان فيك يا مصر اربعه الف المفروض اعضاء المجالس المحليه فاظن انها دي تبقى عيون رقيبه حسيبه موجوده في كل قريه وحتى و و اهلها يسالوهم انتوا ما عملتوش كده ازاي وما دي في الاولويات ليه؟ رحم الله من مات من اطفالنا وابنائنا ويرفق بقلوب اهاليهم واسرهم وعائلاتهم وقراهم اللهم امين. هتنقل من من الحادثه الى الموضوع الاساسي اللي كنت طرحه النهارده للنقاش وهو منتدى الشباب. منتدى الدولي للشباب في شرم الشيخ منتدى شباب العالم في سياق اللي احنا بنتكلم فيه عن منشأة القناطر والحادثه هتلاقي اسئله من نوع وهو ايه فايدته لمصر وايه اهميته لمصر وهو ده بقى اللي هيخفض هي الاسعار يعني فما في اسعار قاعده ترتفع بشكل بعضها جنوني في العالم كله صحيح وده ارتداد موجود في مصر لكن كمان في مصر بشكل لا يحتمله دخل المواطن وهتلاقي اصوات من النوع الاصوات المنغ... المنغصه يعني المنكده اللي تقول يعني ما الفائده من مثل هذا المؤتمر ومثل هذه الاحداث والح... وال... والانشطه اللي بتتعمل وكانها انشطه للاستعراض والتفخيم لل... للدوله المصريه. دي اسئله البعض بيقولها بعضهم ربما حسن النيه وبيقول بشكل يعني طبيعي ومنطقي وبيسال تساؤلات مشروعه والبعض بطبيعة الحال اللي هو مقرر انه كاره حتى النخاع وبيكره اي شيء وبيسود اي شيء ولا يرى في الصوره ابدا الا سوادا والجماعات بقى الاسلاميه اللي شغاله ليل نهار على تصدير الكراهيه لمصر وفي نفس الوقت محاوله اظهار الدوله المصريه وكانها دوله مهتزه او دوله مش معنيه بشعبها او دوله بتتودد إلى الخارج بكل هذه الصور التي يريدونها صورة سلبية تقدم لهذا المجتمع ولهذا الشعب. طيب، خليني أقول نقط أساسية هنا في البداية، النقطة الأولى في حكمنا على الواقع المصري الآن أو تقييمنا له لا يجب أن يكون تقييماً عاطفياً ولا يجب أن يكون تقييماً يعني منحازاً. خلينا نقول نحاول يبقى تقييم موضوعي صرف. هو السؤال: ما هي الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق الاوسط الان ممن جرى فيها او عبر عليها الربيع العربي؟ سؤال. ما هي الدولة الوحيدة المستقرة في الدول التي عبر عليها موج الربيع العربي؟ الاجابة مصر. ما هي الدولة الوحيدة المنجزة على مدى الثمان سنوات الماضية بعد حالة التفلت والفوضى اللي صارت في جميع أنحاء الوطن العربي والبلاد العربية التي عبرتها موجة الربيع العربي ما هي الدولة الناشئة الناهضة الصاعدة اللي بتبني ويزداد بنائها شموخا واتساعا ما هي الدولة الوحيدة في الواقع العربي اللي بتستعيد مكانتها الإقليمية وقوتها وصلابتها ودورها الاقليمي والدولي واللي يعني بيصبح اسمها وسياستها وحركتها موضع اهتمام دولي وموضع تواصل وتفاعل مع العالم. مين الدوله الوحيدة الوحيده اللي عبرها موج الربيع العربي تستدعى في الدول الاخرى للانقاذ وللمدد وللتعاون ولل... ولس... شعوبها العربية مصر عايز تحاسب تقول ايه يعني احنا عايزين نقول ايه هنتكلم هيقولك طيب ما الدول العربية الحريات السياسية طب ما تسألنا عن الحريات السياسية كل الحريات السياسية في الدول العربية تراجعت وبعضها انهار انحضرت السؤال طيب اذا كان حريات سياسية متراجعة ومنهارة مع فوضى الارهاب والقتل وسفك الدماء والفوضى السياسية وسيطرة الميليشيات وجماعات العنف المسلح والمتطرف والارهابي في كل بقاع الربيع العربي لو تراجعت الحريات السياسية في مصر على الاقل لها ثمن غالي جدا وهي التنمية اللي حصل ما كنت اتمنى ان يكون هذا الثمن ولا ان يكون غاليا الى هذا القدر لكن يعني واحنا برضو بنقارن عشان اقول لك لا انا عايز ابقى منحاز ولا عايز ابقى عاطفي ولا عايز ابقى مثالي انا عايز ابقى اتجرد واحاول ابقى موضوعي تجرد من العواطف دي حاجه مهمه للغايه وانت بتحاول تقيم يبقى خلينا ننطلق من ده انت بتتكلم على دوله صاعده دوله ناشئه دولة آه ناهضة بتكلم على دولة منجزة بتكلم على دولة منشئة معمرة أو يعني عمرانية تنمية عمرانية كبيرة كانت معمرة احنا دولة معمرة حضاريا طبعا احنا دولة الالاف في السنين يعني فده جانب مهم في الصورة جانب ايجابي اه جانب ايجابي جدا وانت هتتضايق ليه انه يبقى ايجابي؟ ما انا بقول لك الحريات السياسية متراجعة وده جانب سلبي لكن تتضايق ليه من الجانب الايجابي؟ يعني إذا كان جانب حقيقي كمان زي ما الحريات السياسية متراجعة حقيقي. طيب من هنا بقى نبص المنتدى شباب العالم. أول حاجة لما أنا وأنا حضرت وقائع المؤتمر على مدى اليومين اللي فاتوا. أول حاجة لافتة للنظر إنه هنا مصر مهتمة جدا بمكانتها في العالم وبدورها في العالم. ودي حاجة في غاية الأهمية. يعني مصر من خلال منتدى بتحاول تشترك في وضع أجندة العالم، اهتمامات العالم، بتشارك في مناقشة القضايا الكبيرة للعالم. بتحاول تكون نقطة توازن واتزان وتلاقي وتفاعل على إن القضايا الكبيرة اللي مرت بالبشرية واللي مرت بالكون خلال السنة اللي فاتت تحديدا والسنتين اللي فاتوا موضع للاهتمام الدولي والعالمي معانا بينا فينا عندنا ما بعد الجائحه، الجائحه غيرت كثيرا جدا وستغير اكثر والجائحه لها تداعياتها الهائله جائحه كورونا لكن ولها مشاكلها الكبيره طيب ما تيجوا نعمل حلولها سوا فتبقى مصر مشاركه في هذا المشهد وتلاقي مداخلات من رؤساء دول ومن منظمات دوليه و و في وتلاقي الحوارات جمعة بين كل جنسيات الارض حول فكره كيف ننجو البشريه مما جرى من الجائحه وازاي نعالجها وازاي وزي واذا كان احنا مصر ما قدرتش تشارك ككل الدول الناميه يعني في العلاج في اختراع اللقاح في ما الى ذلك من تطورات علميه الا انه في المحصله تعالوا نشارك في الحل السياسي. في الحل الاجتماعي في الحل الاقتصادي تعالوا حتى نعصف ذهنيا مع بعض ونتناقش ونشوف نخرج ازاي من المشكل ده او من الجائحه دي او من الظروف السيئه الدوليه دي هنا مصر بتاكد على مكانتها الدوليه وعلى اهتمامها بمكانتها الدوليه الحضور والمشاركه والاستضافه والتفاعل وده معناه مصر مهتم بدورها في العالم ووجودها في العالم معناه انها بتهتم بصورتها بصورتها وبأدائها كدولة وكحكومة. ده شيء مهم جدا على فكرة. يعني لما مؤتمر بيشجع على القبول بالاختلاف وعلى التعايش مع الأخر كلها قيم مهمة جدا. قيم مهمة جدا كمان بتحفز الدولة المصرية نفسها اللي مستضيفة المؤتمر واللي بتعمله على إنها القيم دي تنتشر داخل هذه الدولة وأجهزتها وحكومتها وتتبناها هذه الدولة يعني لما الرئيس الجمهورية يطلع بيتكلم على قبول الاختلاف والتعايش مع الآخر مع قبول الاختلاف ده يعني كل الاختلاف والآخر ده يعني أي آخر كلامنا لما تسمعوا أجهزة الدولة ما هو جزء من تطوير الدولة المصرية وأدائها إنها تبقى عارفة إنها جزء من العالم وإنها صورتها مهم جدا مهمة جدا هذه الصورة في العالم وإن إجراءاتها وط... و... وسياساتها جزء من الاهتمام الدولي، وإنك متفاعل مع العالم ده، زي ما أنت مهتم بيه هو هيهتم بيك. زي ما أنت معني بيه وبتشاركه هو بيشاركك. يبقى ما ده شيء ينهضنا جميعًا. ويخلينا ناخد بقى خد بالك إحنا بنتكلم والعالم شايفنا. خد بالك وإحنا بنأدي والعالم متابعنا. ده شيء يخلي مصر في قراراتها في اتفاقاتها في اجراءاتها في قوانينها في تشريعاتها في سلوكها اكثر انتباها وتنبها للمجتمع الدولي وللعالم ده حاجه هتضيف لمصر قطعا لما نبقى عاملين حسابنا واحنا في بلدنا في قراراتنا واتفاقاتنا وامورنا كلها كيف ينظر الينا العالم وكيف ننظر اليه واذا احنا جزء منه وجزء من قيمه وجزء من مشروعه جزء من التطور والتنميه والحضاره ده على طول لازم هيطورنا 100% هيغير فينا 100% كمان حاجه مهمه للغايه انه المؤتمر وسط هذه الجائحه يعني لما مصر تعمل مؤتمر والحقيقه انتم شفتوا طبعا المشاهد التلفزيونيه ورغم ما ممكن البعض يعتبر انه في مشاهد احتفائيه لكن الحقيقه هي فعلا احتفاليه كبيره جدا و وعدد هائل يعني عدد آلاف من كل أنحاء الدنيا فلما أنا أتحدى إذا كان في أي مؤتمر سياسي عُقد أو مؤتمر دولي تنموي فكري اجتماعي حصل في أي مكان في العالم خلال السنتين اللي فاتوا أثناء جائحة كورونا في الحجم ده من العدد في العدد الهائل ده من البشر بالضوابط بقى اللي معمولة يعني بانه مصر تعمل اختبارات كورونا لكل هؤلاء في الداخل وفي الخارجة وتعمل ضبط شوف تنظيم مؤتمر بهذا الحجم وبهذا العدد الهائل من الالاف تنظيم صعب للغاية مش سهل لكن كمان لما تضيف عليه كورونا وضمانات كورونا وتعمل ايه علشان خاطر ال ال تأمن الناس وتحفظ عليهم صحتهم ده يبقى صعوبه مضاعفه فلما يحصل المؤتمر ده بقى اللي حصل في مصر بالعدد ده ده انتصار للحياه على فكره وانتصار للانسانيه وانتصار للعلم وانتصار لحركه المجتمع في مواجهه الوباء وفي مواجهه الاخطار انتصار حقيقي وموحي بالتفاؤل والامل وان احنا هنغلب وهننتصر فوق الجائحه دي وهنعديها وهنتجاوزها. كل دي اشارات مهمه في مؤتمر دولي يحضروا يعني هذا العدد من البشر ومن المشاركين لما ده مؤتمر دولي بكل المقاييس ده استثناء. ده يعني شيء غايه في الاهميه ان احنا ندرك ان مصر قدرت تنظم مؤتمر زي ده وسط الجائحه وفي التوقيت ده بالذات لا ده توقيت شديد الاهميه والامتياز انه ايوه شوف العالم ومعاناته انا هعمل مؤتمر اهو وهستضيف كل هؤلاء وانظمه ويعني ها يعني وهقدموا للانسانيه شراكه مع الانسانيه ومع العالم في مناقشه ما بعد الجائحه واتصور برضه مفيش فيش مؤتمر بالاتساع ده وبعدد القاعات او المشاركات والجلسات دي ناقش العالم بعد الجائحه زي منتدى شرم الشيخ ما بيعمل دلوقتي. كمان كان لافت بالنسبه لي جدا في في المؤتمر هو حاله الاصرار على الفن والبهجه بمعنى انه مؤتمر دولي بالتاكيد سياسي. يعني لانه شان سياسه دوليه كبيره وهي ما الذي نفعله ازاء الجائحه بكل المناحي بقى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والحريات والحقوق وكل حاجه لكن لما يبقى في المؤتمر من اللحظه الاولى بافتتاحه اغاني مسرح بهجه حركات ايقاعيه يعني في ثقافه وحضاره من اللحظه الاولى فيش خطب سياسيه قد ما في رسائل سياسيه يقولها مسؤولين دوليين وفي نفس الوقت يبقى في غنى وشعر ومزيكا واستعراضات ومسرح ايه ده ده حاجه مهمه جدا لم حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا في مصر بقى وبالذات في اليومين دول ليه في التوقيت اللي الهجوم على الفن والهجوم على يعني مدرسه ترقص في حفله مدرسيه فاحنا عملنا مؤتمر دولي الناس رأسوا فيه، ها آه ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ وغنينا فيه رقصنا فيه وغنينا فيه وقلنا اشعار فيه وعملنا مسرحيات وقدمنا فن، اتفضلوا اتفضلوا بقى يا اجهزه الدوله افهموا بقى دولتكم فاهمه ايه؟ ومستوعبه ايه؟ وبتعمل ايه؟ وبتقدم للعالم ايه؟ لو انتم مقررين تكملوها ياسر برهامي فلازم تراجعوا نفسكم لو انتم مقررين تكملوها محمد حسان لازم تراجعوا نفسكم يا ايها الموظف صغيرا كنت او كبيرا يا ايها المسؤول كبيرا كنت او صغيرا يا اي حد واقف على اي نصية قرارات في مصر معاه اي قلم بيعمل فيه تاشيره في مصر خد بالك مصر دي راحه فين وبتفكر ازاي مصر الحضارة دي مش مصر السلفية. مش مصر السلفية. ما عملناش منتدى العالم واحنا بنقول للعالم اللي غنى حرام والرقص حرام والمزيكا عيب. أسطوري نفسك يا بت. مفيش الكلام المتجمد المتراجع ده. مصر الحضارة ومصر الفن ومصر الثقافة بتقول للعالم أنا أهو. وبتغني مع العالم بكل اللغات وبترقص مع العالم بكل الاداءات والايقاعات في منتدى للعالم كله معمول عشان العالم كله يشوف هل بقى الموظف المصري هيشوف هل الظابط المصري اللي في الكمين اللي واحد راكب في العربية مع خطيبته ولا مراته ولا حبيبته ولا صديقته ولا قريبته لك ايه هل بقى هنعرف هل, هل توصل لنا بقى الحكاية دي هل توصل لنا ان في الرحله المدرسيه اللي جايه في الدائليه لما المدرسات يرقصوا آآ آآ مع بعضهم والاطفال والتلاميذ يعملوا حاله البهجه دي على ظهر مركب واحنا رايحين القناطر وسواء شاطر ودينا القناطر ده عادي طبيعي مش جريمه مش جرصه مش لا يستوي الشرف الرفيع من الاذى مش بلاغ من النيابه الاداريه وكمان الملايين اللي تناقش يا لهوي ولا انه نسلط عيوننا على بعض ونتلصص على بعض ولا ايه نلحق جدع ده البنت عملت ايه ده الواد ماسك ايد البيت ايه الجنان ده ايه الجنان ده فارجو انه المطوعين المصريين يرحموا ابونا والقيمين على الاخلاق المجتمع يرحموا ابونا ده اللي دي اخلاق ده زيف ده نفاق اللي أنتم بتعملوه وبتورطوا الدولة فيه ونلاقي بقى برضو يعني مواقع قاعدة تتبادل الاخبار بقى مش عارف ايه محضر ايه بلاغ عن ايه, إيه الحق يا ايه وشوية بقى الاخوان اللي قاعدين بيسوقوا السوشيال ميديا كلها على انه الفستان اصل البنت اصل ارجو ان السيده الكريمه الموظفه الفاضله اللي تنمرت على البنت اللي لابسه الفستان في جامعه طنطا تسكت خالص ما حد ابدا خليكي في نفسك لا انت قيمه على حد وخليكي خلينا نشوف هنصلح دماغك دي ازاي انما انت لا رقيبه ولا حسيبه ناس تلبس فستان تلبس تعمل ايه في اطار الـ المجتمع والحشمه وانت ما لكش خالص. معاكش انت مازوره مقاسات للبس ولا عندك معايير لشكل المكياج ولا الشعر. ده هذا جنانه محض. مؤسساتنا بقى التعليميه والتربويه وبتاع اتفرجوا على شباب العالم اتفرجوا على الدوله المصريه وهي بتحتفل وتبتهج وتناقش اخطر القضايا واكثرها الحاحا على البشريه الان من خلال البهجه وخلال الروح الحره. اظن ده درس اول ما يكون من منتدى شباب العالم للدوله المصريه. وده اللي يفكرك كويس يقولك لك وهيعمل ايه المؤتمر لل للشباب يعمل ايه؟ هيعمل اللي بيقولولك ده بالظبط. أن ينشر قيم التسامح والتعايش والانفتاح مش قيم التخلف والتجمد والتسلف ينشر قيم الحرية والمسؤولية والاحترام والتحضر مش قيم التنمر والعنصرية والتلصص على الأخرين وانتهاك الحريات ده اللي المفروض ينتجوا عندنا ده اللي المفروض يشيعوا عندنا حدث مثل هذا. ده اللي يفكرك بانه الشابين اللي فابريكوا صور او نزلوا حتى صور متلصصه على بسنت و و و والبنت مرتعده مرعوبه مهزومه مكسوره محطمه من ان الصور دي تتنزل ويشوفها اهلها يقولوا ايه وقرايبها و و, و, و فانتحرت ده مؤتمر يقول انه يوجه القيم انه البنت المصرية شأن اي بنت في العالم مسؤولة وحرة ومحترمة ولا حياتها ولما يحصل اي حاجة من دي لا يضرها حد تلصص عليها ونزلها صورة عريانة هي مالها هي مش وضع ادانة مش وضع ادانة ابدا انه اي متحرش متلصص ولا 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 ده شيء يخدش كبريائها وحيائها ان حد يتلصص عليها ولا حد ايه ده؟ ايه المفاهيم دي؟ ما الذي جرى لبلادي اللي بتعتبر انه واحد يتلصص على بنت وينزل على صوره تبقى البنت مدانه لا تبقى انتوا مجانين تبقى مرضى 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 يعني يعني نطلب الدكتور احمد عكاشه يفتح العياده بتاعته مجانا عشان نعالج الناس دي كلها تعالج الناس اللي مش شايفين احترام للمرأة ولا اعتزاز بيها ولا تقدير لحريتها ومساواة كاملة مع الـ مع الرجل للي فاكر نفسه وقيم على الأخلاق وقيم على الدين وقيم على الضمائر لا الحقيقة بجد دول مجانا دول مستشفى الأمراض النفسية مجانا نحاول نعمل أي حاجة للرعاية النفسية نحاول نلحقهم قبل ما يثيروا في مجتمع جنون وهوس نفس الحكايه في المؤتمر هنا. المؤتمر بيلزم نفسه بالشباب ومنتدى للشباب الدولي. وكانه المؤتمر الدوله لما بتعمل كده وبتنظم منتدى هذا النحو للشباب كانها بتلزم نفسها بالشباب المصري كمان. هل ده ممكن يوسع المشاركه السياسيه للشباب المصري؟ ممكن جدا. وفي اهتمام معني من قبل الدولة وأجهزة الدولة قوي فكرة الشباب وبقى الشباب موجود على قائمة الاهتمامات موجود على قائمة الاهتمامات خد بالك بقى مش الشباب المؤدلش لغايه يعني دلوقتي الدولة بتكره الشباب المؤدلش اللي هو الشباب اللي عنده بقى ايديولوجيه سياسية أو ليبرالية وعنده موقف وناشط وبتاع ما ظنيش انه على هوا الدولة لكن الشباب عموما الغير المؤدلج على هوا الدولة ما عندناش مشكلة معايا طب ده ما ده مكسب برضه ده مكسب انه يشارك في الحياة السياسية والحياه العامه ويعرف ويتعرف ويتعلم ويخش احزاب يوافقها يرفضها يتمرد عليها ينضج نفسه يطور نفسه يكبر نفسه وانه الشباب بعد ما مرحله طويله جدا كانت الاحزاب المصريه مرحله من العجائز والكهول لا مسنين يعني كان انا كنت بسمي بعض الاحزاب ضرب مسنين مصر فانها تجدد بشباب ممكن ما يكونش شباب كفء على فكره في الاغلب ما اتعلمش السياسه لسه لكن هو بيتعلم وهو يعني المسنين كانوا كفء يعني قيادات اللي قبله اسم الله عليهم كانوا قيادات فظيعه جباره يعني غيرت شكل مصر يعني بالحد الادنى بالحد الادنى في قصه جميله قوي ميلان كونديرا روائي تشيكي فرنسي رائع يعني مرشح دائم لجائزه نوبل للأدب له روايه له قصه قصيره جميله قوي يقول لك ليترك الموت القدامى المكان للموت الجدد <applause> يعني لكن على الاقل يعني انا موافق ليترك الفشل القدامى او الفشل العجائز المكان للفشل الشباب عادي بس يبقى كسبنا الشباب يعني بقول لك ده الحد الادنى يعني عايز انزع لهجه التهكم هنا التي تبدو تهكما بقول انها فرصه فرصه للانضاج وللتطوير وللتعظيم من امكانياته وفرصه كمان ان الدوله تتصالح مع الشباب المؤدلج بانه يحصل طب ما هو انتوا موجودين اهو والشباب امال احنا فين؟ طب انتوا بتعملوا فينا ليه كده اذا كنتوا بترحبوا بالشباب؟ يحصل حوار من هذا النوع ويحصل تفاهم من هذا النوع بطيء صحيح ومشاق وفي حالة تعصي يعني ربنا يهدي الجميع يعني ويهدي سرهم لكن أتمنى أن يكون يعني خطوات خطوات دي خطوة تودي الخطوة تودي الخطوة بقي بقى الأسئلة اللي ممكن تشوفها ببساطة من يعني إما الناقدين وده حقهم والمعارضين وده واجبهم أو من الكارهين وده دورهم فكرة العلاقة بين المؤتمر ومنتدى كسبنا احنا ايه من منتدى الشباب؟ كسبنا ايه بقى من المظاهر دي؟ هل بقى ده هيخفض الاسعار يعني في مصر؟ طبعا هو مش هيخفض الاسعار في مصر ولا هيخفض الاسعار في حتة في الدنيا. لكن هيساهم اقتصاديا طبعا. يعني المؤتمرات اللي من النوع ده مؤتمرات بتعظم في صورة البلد وبتفخم في موقعها وبتلعب دور في مشاركه البلد في قضايا العالم فده كله تعظيم موارد يعني ده تعظيم موارد وتعظيم الموارد دي وتعظيم راس مالك تعظيم الصوره بتاعتك الصوره صوره الدوله جزء هائل من راس مالها فانت لما بتعمل مؤتمر المناخ بعد كذا اسبوع والنهارده منتدى الشباب الدولي كل ده تعظيم للصورة كل ده إيجابية للصورة انت صورتك كمصر صورة بتتوازن دلوقتي لسه في الثغرة بتاعت كعب أخيل وثغرة المشكلة بتاعت الحريات السياسية لكن يظل صورتك بتتماسك تقوى تتسع آآ آآ، تنور فالوانها الزاهية تزهو ها جزء من صورتك دي هو منتدى الشباب العالم وتعظيم الصوره دي تعظيم للموارد وتعظيم للامكانيات. وعايز اقول حتى وانه يا اخي وتعظيم للسياحه. اذا ما النهارده يبقى بكره. يعني هتقولي طب واللي اصله مكلف ما هو كل المؤتمرات مكلفه. لكن عايز اقول لك انه كما, كما كل المؤتمرات الدوليه يعني فيها فند دولي وفيها جهات دولية مانحة وفي جهات داخلية مانحة ورجال أعمال مشاركين ومؤسسات راعية وكل ده يعني في الحسبة الأخيرة هتلاقي مصر كسبانة هتلاقي الدولة حتى كسبانة يعني لو حتى حطيت كل تكاليف المؤتمر ده وحطيتها تحت بند جبتها مصاريف الدعاية السياحية كسبانة يعني فهي مش هي دي دي يعني لا اما تبطين الدرع لمؤتمر الشيطان طب الاتنين اتعمل ما فيش حاجه اسمها دي دي والمؤتمر ده ممكن هو اللي بيجيب الانفاق على المشروعات الاخرى وهو اللي بيشجع البنك الدولي انه يديلك لك منح اكتر بيشجع لك صندوق النادي ويعمل يعمل اتفاقات اكتر بيشجع هيئه اليابان انه هيئه الهيئه الالمانيه كل دولة المساهمين والمانحين الدوليين في العالم صوره الدوله بالنسبه لهم مهمه جدا صورة الدولة دي مهمة للغاية زي ما بتروح تقعد في أي شركة تروح أي بنك وبتقدم برزنتيشن عندك للقرض اللي أنت عايزه شكل الشركة و و وحتى هندام أصحابها الدراسة اللي معمولة حلوة وبشكل كويس البرزنتيشن اللي متقدم بشكل جميل ده بيأثر فالصورة دي بتؤثر ولا شك وعائدها مكسب ولا شك بقي بس ان احنا نحول قيم المنتدى على الاقل كما فهمتها الى قيم مجتمعنا والى قبل ما يكون حتى قيم مجتمعنا الى قيم اجهزه الدوله المصريه لان انا بلاحظ واتمنى ان تكون ملاحظاتي يعني غير دقيقه وان كنت يعز علي ان انا اقول انها هي دقيقه بشكل مبالغ فيه انه الفرق ما بين قرارات قياده الدوله وراس الدوله وتوجهاته الفكرية والتنويرية والحضارية والدينية وبين القاطرة دي اللي هو يعني إدارة الدولة أو قيادة الدولة وما بين بقية عربات القطار فرق كبير قوي فرق كبير قوي يعني يعني لو اتعمل وتصدق وتنفذ واستجيب ل 30 40% من اللي بيتقال في قضايا الدين والحضاره والتعايش والسياسه والثقافه والحضاره من قياده الدوله لو اتنفذ منهم 30 40% من اجهزه الدوله كنا طلعنا قدام قوي. انما الحقيقه ما بيتنفذش الا القليل القليل النادر. على غير بقى الاداء الاقتصادي وعلى غير الاداء العمراني وعلى غير الاداء الانشائي وعلى غير الاداء التعميري تلاقي مستجاب بنسبه 80% انما طيب في تغيير الوعي في تنميه الثقافه في تطوير التعليم في التعايش مع الاخر في اعلاء قيم التسامح والاختلاف والتعايش ما يتنفس 10% اخيرا بقى يعني وانا شفت برضو انطلاقا من منتدى شرم الشيخ وما عشت فيما يخص مباراة مصر ونيجيريا لانه المشهد كمان طبعا في يعني الاحساس الوطني العام بمتابعة مباراة كرة قدم للمنتخب المصري فانا على اهتمام هائل وكبير ولما بتشوف تقريبا كل شرائح المجتمع على هذا الاهتمام الجبار بالماتش ولما تشوف مطار قاعد يتفرج على المباراه ودي مسائل ومظاهر طبيعيه وعاديه جدا في كل العالم ان ما في اهتمام من قبل المجتمع والشعب بمباراه كره قدم دوليه مهمه لبلده لمنتخب بلاده فده شيء طبيعي وعادي لكن في مصر كمان شيء طبيعي وعاطفي جدا والنتيجة اللي حصل وما قال نتيجة المباراة أدت إلى موجة من الاهتمام والتعبير عن الانطباعات والآراء يمكن سيطرت على الوسائل التواصل الاجتماعي من الأمس سيطرة كاملة وكبيرة ومن هنا بس عايز أقول كذا نقطة سريعة في هذا السياق أول حاجة أن أنا عايز أقول أن الرياضة أهم قوي 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 من الرياضيين وانه احنا لو سيبنا الساحه الرياضيه والشان الرياضي للرياضيين في مصر هروح في 60 داهيه. بالروح اهو، احنا بالروح عموما. لكن يال دي المشكله. المشكله انه المجتمع الرياضي في مصر لا ينتج قيادات تخطط وتدبر وتنظم ولا يوجد قيادات ورؤى وافكار ولا يوجد مخططات واستراتيجيات ولا يوجد حتى عمل جماعي منظم ولا يوجد إلا العشوائية والفوضى وصراع المصالح والتضارب في المصالح والسعي إلى الأرباح المشروعة وغير المشروعة اللي فوق الترابيزة وتحت الترابيزة فالوسط الرياضي كله والساعة الرياضية في مصر خلو تماما من يعني العقليات التي تدير وبالعقليات التي تخطط وتضع استراتيجيات ومن ثم ايضا يعني نادر جدا ان تجد عقليات تستطيع ان تنقل الاستراتيجيات الى خطط ومشروعات ومن النادر اكثر تلاقي عقليات تستطيع ان تنتقل بالخطط والمشروعات الى خطوات عملية بالمتابعة وبالتنفيذ صحراء كاملة ليس فيها الا اصحاب المصالح في اغلبهم ومتوسط الموهبة في اغلبهم فضلا على كميه من اللاعبين المعتزلين الذين لا يملكون اي مؤهلات لا للاداره ولا للاعلام ولا اي مؤهلات ولا درسوا ولا حد علمهم ولا دخلوا اي من نعرف الناس عشان يدربوا بيروحوا يعني مراكز تدريب وتدريس وتاهيل وياخدوا شهادات دوليه والفيفا يديهم شهاده مدرب ايه شهاده ايه احنا ما عندناش حد بقى في الاداره الرياضيه لا يكن كله في الهواه وفي التعبان وحاجه صعبه جدا لا في الاداره الرياضيه ولا في التخطيط الرياضي ولا في التسويق الرياضي ولا اي حاجه دي كله بالبلدي وكله بالفقاقه وكله بالفهلاوه وكله بي يعني الحنجلة فم يعني ما ظنيش انه انه احنا هننتج حاجة يعني ذات بال وذات قيمة وما نداش قوي من المصريين اللي بيقعدوا منتظرين يعني حاجة عظيمة قادمة ليه تيجي حاجة عظيمة قادمة ليه لو جات هتيجي بالصدفة المحضة انما بالعقل وبالوعي كده لما تيجي تبص ليه كل الخطوات اللي بتحصل في الرياضه المصريه باماره ايه عايز انجاز في الاولمبيات باماره عايز ايه انجاز في الدوريات الكبرى او في البطولات الكبرى باماره ايه؟ لا يبقى الحقيقه يعني انتم مبالغين قوي في التفاؤل ومبالغين قوي في النفخ يعني احنا برضو الوسط الرياضي الساحه الرياضيه في مصر بتنفخ في قدراتها جدا على غير الحقيقه وبتنفخ في اللعيبه وبتنفخ في الانديه على غير الحقيقه فاحنا عايشين عالم من الوهم والانكار ان احنا حاجه مهمه جدا في الكوره ان احنا الكوره بتاعتنا ايه ان المنتخب بتاعنا مش عارف ايه ايه بتاع المنتخب بتاعنا ايه ماله ان الانديه بتاعتنا بطلة افريقيا بطلة افريقيا ايه وفي في افريقيا اساسا انديه انما احنا لازم نضحك على بعض فلما بنضحك على بعض ونخدع بعض ونعيش طول الوقت 8 9 ساعات في اليوم برامج رياضية بتكذب على نفسها وعلينا وبتتعامل على ان العالم كله هو الكرة المصرية وانه احنا عندنا حاجة اسمها الكرة المصرية أصلاً عشان نجيب اعلانات وعشان ناخد رعا رعايات وعشان مش عارف ايه وعشان الناس تشوف فبنعيش بنعيش كذبة وبنخلي نفسنا ببالونة كبيرة أول ما يجي حد بقى يضرب البالونة ده بدبوس نفتكر انه ازاي ده وبتاع ايه واحنا مش كده ابدا ومش مستواه لا ده مستوانا يعني احنا بس اللي مكبرين الموضوع ونافحين في نفسنا فيبقى رقم واحد الرياضة اهم من الرياضيين رقم اتنين ان الوسط الرياضي والساحة الرياضية خلو تماما من صناع استراتيجيات وبنات سياسات وواضعي خطط ومشروعات للمستقبل وانه الرياضه المصريه تدار باداره المصالح وبالانحيازات وبالتعصب ويعني وب ايد ده في جيب ده في جيب ده يعني فالحاجه الثالثه ان احنا عايشين حاله من النفخ الذاتي وبنتكلم على نفسنا باعتبارنا يعني طب هيقول لك ما احنا خدنا بطولات افريقيا يا جماعه احنا خدنا بطولات افريقيا طبعا اهم ثلاث بطولات افريقيا خدناهم 2006 2008 2010 وخدنا قبلها بطولة 98 الأربع بطولات دي مهمة قوي الثلاث بطولات اللي قبل كده يعني معلش نراعي نفسنا فيها يعني. منهم بطولتين كنا تلاتة كان تلات فرق في إفريقيا بس. السودان وأثيوبيا ومصر. 57 59 وخمسين وخمسين يعني وبعد كده على طول ستة 86 وعلى أرضكم ضربات الجزاء. مصر بلد كبيرة جدا، بلد عظيمة. وفي الكورة اسم كبير. كبير وسط اللي حوالينا يعني مش كبير في العالم احنا ما عندناش اي اسطورة غير محمد صلاح لك محمد صلاح نجح لانه فكر على غير الطريقة المصرية لو على الطريقة المصرية كان فضل هنا واتنفخ فيه بقى من المشجعين بتوعه واتعامل بقى الحق القديس الاسطوره البتنجان اللي, اللي مش عارف ايه اللي هو حاجه محليه بتاعتنا يعني على قدنا ان محمد صلاح اكبر بكثير قوي بالكلام ده عشان كده تلاقي يقول لك يعمل ايه هو محمد صلاح مستواه كده في المنتخب انتوا بتهزروا ده سؤال بني ادم عاقل ليه محمد صلاح كده في المنتخب عشان كده المنتخب عشان ده مستوياتنا ما نقعدش بس نقعد ننفخ في نفسنا بطريقه اصل كروش الخطه يا سلام وهو يعني لو مصطفى محمد كان راس حرب امبارح الدنيا كانت هتتغير براها علينا شويه براها علينا شويه ما نقعدش يعني ننفخ في ذواتنا ونعتقد في انفسنا ما ليس لدينا بس نعرف حقائقنا كويس رابع نقطه هنا او خامس نقطه في ظني انها مهمه انه الوسط الساحه الرياضيه والحوادث الرياضيه والاحداث الرياضيه واخد اهتمام هائل خصوصا كره القدم في مصر وعاطفه جياشه واهتمام واسع جدا وخداع شديد وتعصب اكبر وده نتيجه غياب السياسه خلينا نكون واضحين فاحنا بنقول بس وبرده مره اخرى خلوني احذر خلوني ادعي ان انا يعني حكيم القريه الكفيف او يعني الراجل اللي بيمشي كده في الدرويش بتاع الفيلم ويقول لك اصحى يا مصر واسك العصايه كده وبصص لفوق فانا بس عايز مصر تصحى في الحكايه دي نتيجة غياب الشأن السياسي الحيوي في مصر ونتيجة غياب الحركة السياسية ودفع الناس بعضهم ببعض سياسيا في مصر وإن ما بقاش فيه قضايا كبيرة الناس بتتكلم فيها ولا حرية متاحة بعيد عن كرة القدم والكورة المساحة اللي الناس كلها تفجر فيها عواطفها وتفتي فيها وتختلف فيها وتعلي صوتها وتهتم بيها وتتكلم عنها والمساحة مأمونة يعني فبقت مساحة خطرة لانه كل العواطف والمشاعر بتتنفس فيها والغضب والاحتجاج والرغبه في في القول والفعل والراي والاختلاف بتروح في الكوره فبتصبح الكوره اكبر من كونها كوره دي كوره يا جماعه يعني مش مستاهله الزعيم ده كله ولا الغم ده كله ولا ولا الدحراره دي كلها ولا التعصب ده لكن لانه دي وسائل تعرفين السلك الارضي اللي بيتعمل في الثلاجه او في الغساله يقول لك سلك ارضي عشان يبص الكهرباء على الارض يمتص يعني الكهرباء في الارض بحيث انه ما يكهربكش فالمجتمعات الفل... 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 بيبقى لازم يبقى عندها سلك ارضي ده عشان التوتر والتنفيذ يطلع في حاجات كتير خلافات سياسات انتخابات مش عارف لانه ما فيش الابواب يعني الباب المفتوح دلوقتي على مصراعيه هو الكوره فبقت خطر بقى وممكن تبقى خطر فتنه وخطر تعصب والاخطر من كده لانها المجال الوحيد للاختراق فالاخوان شغالين عليها جامد قوي شغالين فيها وبيحفروا جامد وبي وبيوصلوا وبينجحوا وبيوجهوا ها فده نقطه مهمه للغايه محتاجين برضو نشير اليها مصر ربما ستفوز في المباراتين القادمتين وربما تتجاوز ما بعد هذا الدور وكروش ليس ذلك المدرب المجهول ولا الجاهل، ده راجل له تاريخه وله خبرته وله رؤيته، لكن بصرف النظر لازم نبقى فاهمين ان احنا مستوانا مش من مستوى عظيم ورائع، ومستوانا يصح ان يبقى المستوى الثاني في افريقيا، ويصح ان لاعبتنا يعني مش محترفين ومش اسماء كبيره بره عندنا اسطوره وعندنا لعيبه مجتهده، انما ما ينفعش بقى نقعد نتخانق على انه اصله لو خان خد طارق حامد كانت اتغيرت لا ده حمدي فتحي ما بيعرفش يلعب كوره لا ده مش عارف مين ايه ونحول الموضوع الى انحيازاتنا واختلافاتنا في كره القدم والانديه ونبقى وازنين فرقتنا المنتخب نحاسبه بانه كام لاعب في الاهلي او كام لاعب في الزمالك او ما خدش قفشه او ما خدش طارق فيستاهل ونحول احنا امراضنا المتعصبه نقوم مترجمينها ورميينها على منتخب المفروض انه يوحد مشاعرنا مش نوع نفرق فيه نعرف بس رحم الله منتخبات عرفت قدر نفسه لانه لما نعرف قدر انفسنا نقدر نتفاهم مع انتصاراتنا ونتعامل معها في حدودها ونفرح ما نقعدش بس ايه مليانين العالم فرحه اصليه الاهلي طلع تلت العالم واحنا هنهرج هو كرة في مصر تلت العالم برضه ولا وبعدين تاني العالم مكسيكي يعني مش تاني عالم برشلونه. اهو اهو نفخ نفخه تعالوا نفخ في نفسنا. طب يا جماعه اخره النفخ دي فرقعه. فاحنا بنحذر يا جماعه. اخره النفخة في الكوره والنفخة في نفسنا فرقعه. عايز تفرقع فرقع. انا بالنسبه لي انهيت قولي. اشكركم والى فصل. اذا عنا حديث القاهره من ضمن وقائع منتدى الشباب الدولي هنلاقي فكره المسرح والفن شيء حاضر وبقوه وكمان هنلاقي يعني مشاركه في مسرحيه مهمه تحت عنوان الفنون لاحياء الانسانيه يعني العنوان الاهم في المنتدى شباب العالم هذا العام الفنون لاحياء الانسانيه لتعظيم الانسانيه لاكبار الانسانيه لتقدير اهميه يعني ان نكون بشرا وان نكون في عالم انساني متوحد المشاعر والعواطف على الاقل في وجهه جائحه جامحه. خليني في جلسه من الجلسات وحضرتها وزيره الثقافه والمصريه وحضرها ايضا مسيحة اليونسكو وغيرها وتناقشوا فيما يخص الفن ما بعد الجائحه. من انطلاقا من هذا العنوان ومن هذه الجلسه خليني ارحب بضيف الجميل الاستاذ رامي المتولي الناقد الفني اهلا بيك استاذ رامي منورنا اهلا بيك استاذ ابراهيم نور نور حضرتك الله يحفظك تقدر تقول انه الجائحه صنعت شيئا فارقا ومهما في المحتوى الفني والابداعي او على الاقل ما قبل الجائحه كان هناك نوع معين او طريق او مسلك او منهج بعد الجائحه الامور اتغيرت واختلفت وطبيعه ما اتغيرت في المحتوى الفني في كل المجالات يعني كل نقدر المجالات. نقول مصائب قوم كانت عند قوم مصائب آه. ومصائب قوم عند قوم فوائد يعني آه. يعني المنصات اكتر حد استفاد اعتقد ان هي كانت بتحاول في الفتره اللي قبل الكورونا قبل انتشار كوفيد 19 ان هي تلاقي مكان في الساحه يعني لو حضرتك تتذكر الدورة اللي كانت في مهرجان كان وكان فيلم اوجا بيحاول يخش و... ورفض قاطع ليه لغاية دلوقتي كان الوحيد اللي, بيفطل... اللي بيفرض عرض سينمائي قبل المنصة آه. فالفكره ان هم كانوا بيحاولوا كتير جدا وان هم يلاقوا بس ارضيه الحظر والكورونا اديتهم ارضيه قويه بالعكس ده الاستوديوهات الكبرى في هوليود حتى برودواي عملت منصات لنفسها اسوه بنتفليكس وما غيرها. اكتر حد تاثر سلبا صناعه الموسيقى طبعا لان هي وسيله ترفيه تفاعليه بالاساس. وبالتالي فكرة أن تحصل حفلة فيرشوال ما كانتش فكرة مقبولة على حسب ما حصلت. آه حصلت في آه. مصر برة ما كانت صعبة شوية في بعض الفنانين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي أنهم يبقوا قاعدين قاعدة لطيفة مع الجمهور عبر م. السوشيال ميديا لكن حفلة بالشكل الفعلي ما حصلش يعني على حسب تقارير الخسائر في 2020 بلغت ما يقرب من 10 مليار في التذاكر وحوالي 30 مليار في شيب في الـ في الـ في, الـ في الوكاله الاعلانيه والدعائيه والدعائيه وكل ده للبس يعني ثلاث اضعاف راحت خساره في الشركات اللي بتعلن وما الى ذلك فكانت من اكثر الصناعات الترفيهيه اللي تقريبا اتاثرت بشكل سلبي كبير جدا كانت صناعه الموسيقى في مم. العالم يعني و انما المنصات كسبت المنصة كسبت طبعاً. بشكل فادح كسبت وعددها زاد آه. يعني يعني خلاص الباب اتفتح احتياج لها بالظبط زي امازون كده والحاجات اللي زادت دي فقام آه. زايد ده باب انا عايز اقول حاجه آه. كمان التطوير استغلالهم لل... للتكنولوجيا بقى مرعب يعني السوفت وير مثلا اللي انا بتفرج عليه في امازون النهارده انا بحرك الماوس حركه بسيطه بيطلع لي بانر في الشمال في المشهد في مين الممثلين صحيح. ولو في تراك موسيقى شغال بيقول لي تراك الموسيقى ده مين اللي الفه ولو اغنيه قديمه بيقول لي الاغنيه القديمه دي مين اللي غناها ومين اللي الفها وبالتالي انا قاعد بتفرج على المسلسل لو ناقصني معلومه بحرك الماوس حركه بسيطه على الشمال بيطلع لي بانر معلومات صحيح. ف... الحركه بتاعه امازون دي ابهرتني اوي أوه. بنفسي لانه فاكر احنا في المقال كنا بنعمل هوامش صحيح فاكرها المعلومه ونطلع هامش فقلت ايه يعني عملوها بصريا وسينمائيا حاجه بديعه وخد بالك قاعده بيانات بنت متحركه لانه يعني انت في الاخر هحط ايدي على اي في المؤشر يطلع لي بيان باللي انا حاطط ايه عليه إيه ده ده إيه بالظبط إيه ما هي الفكره كلها كمان في ايه يا ريس؟ ان ان السوق بقى تنافسي جدا يعني بعد ما كانت نتفلكس صحيح بتحاول ان هي تتميز بحكم تاريخها كمؤسسه في ان هي بتارشف وان هي تقدر تعمل جدوله وفهرسه ليه المواد الفيلمية اللي بيتفرج عليها المشتركين بتوعها آه لازم أمازون تلاقي وسيلة أخرى آه آه تضغى بيها على الميزة اللي عند نتفليكس يتجهوا للمعلوماتية آه واحدة أخرى تقول لك أنا هجيب محتوى مش موجود في الشرق الأوسط وبالتالي التنافس مستمر التنافس كلهم كمان في إنتاج متخصص بالضبط ده يعني دي حاجة تانية خالص هل ده على المنصات العربية بقى له برضو صدى محتوى اختلف أمور اتغيرت ما اعتقدش خالص يعني انا شايف, شايف لغايه دلوقتي في فقر في السوفت وير بس مش شايف انه شاهد عامل قفزه يعني قفزه في المحتوى في العدد ك... انتاج المسلسلات قطعا في تجديد المنصه في تقديم م. جديد كل اسبوع بس ده مش نوم. بسبب كوفيد <applause> يعني أنا شايف إن ده بسبب تأثرا <applause> بالمد العالمي، مم. يعني آه إحنا حضرتك عارف إن السيستم نفسه اللي بيبقى موجود في آه الإنتاج التلفزيوني الأمريكي مم. بيعتمد آه على آه موسمين رئيسيين، الموسم الرئيسي اللي بيبتدي من شهر آه آه تسعة وبيمتد لغاية آه شهر أربعة وفي الفترة ما بين شهر أربعة لشهر تسعة بيبقى فيه مسلسلات قصيرة وموسم مم. صغير يعني فالفتره اللي بيبقى فيها عدد حلقات طويله اللي هي الحلقه بتوصل من ساعه لربع ساعه بالاعلانات وعدد حلقات الموسم بتبقى 23 حلقه بتبقى في الموسم الكبير والحلقات الصغيره اللي هي 12 حلقه بتبقى في الموسم الصغير المنصات لما دخلت عملت شكل مختلف قللت عدد قللت سوري عفوا وقت الحلقه وعدد الحلقات في الموسم الواحد فاصبح ان احنا بقينا نشوف حلقات ممكن تبقى 20 دقيقه وده الشكل طبعا اللي بقى معروف ان هو السيت كوم في التلفزيون لا بقى في مسلسل ممكن يكون 20 دقيقه و آه بيتعرض بعدد حلقات اقل وبالتالي الدوره بتبقى اقصر لان انا بس بقدر اكتب العط... تاني السائد دلوقتي يا ربي في المنصات المسلسل الحلقه الطويله ل او عشر حلقات يعني بتلاقي الحلقه ساعه و دقائق في بعض الحلقات الحلقات الاخيره تبقى ساعه ونص بالظبط كانه فيلم سينمائي دلم. ده ده, السائد دلوقتي بس ده السائد 20 تراجع وبقى كمان معتمدين على إعادة تقديم المسلسلات اللي نجحت من أول بعد النجاح السارق لفريدس على المنصة مثلا بقى في بقى يعني كيف قابلت أمك حلوة قوي أيوة بالظبط لأن لأ هو <applause> دي حلو جدا يعني أوي آه. <applause> 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 يعني هاي ميت يور ماذر فيعني ونوع وحتى ساينفيلد لسه نازل بالظبط كي... يعني ف... ففي تجديد لما هو قديم الجديد الجديد بينتج ساعة و ساعه وربع ما هو ساعه وربع دي ما هو ما بيقدرش ينتج بي ما بيديش ما بيدخش فلوس في حاجه زي كده الا ما يكون مضمون نجاحها يعني هو هي هو انه برضه في المنصات بقينا تشوف من كل جنسيات الارض بمعنى لم يعد عمر قاصرا على المسلسل الامريكي او حتى الانجليزي انت بتتفرج على مسلسلات من كل انحاء الدنيا بل مسلسل واحد لو تتذكر بتاع كرايم ده في من كل نفس المسلسل نفس الفورمات من ثمان دول بس آآ 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 من كل دوله بنفس تحقيق بوليسي لمده ساعه وربع الحلقه تحقيق بوليسي قاعدين في الاوضه الزجاجيه دي وانتهى الموضوع مفيش اي حاجه او في الممر وعند ما كانت الشيبسي والسجاير أيوة. دي وخلاص في الثمان دول هولندا انجلترا فرنسا يعني يعني كتير جدا من الافلام او المسلسلات اللي ما فيهاش حتى النفس الامريكي بقى يعني بقى خلاص تحررت وبقى النفس الاوروبي هو المسيطر ما هو ده ذكاء آه. ليه؟ لان هم آه لما بيشوفوا مساحه ما قادرين على استغلالها هم آه تجار آه. وفي الاساس المساله مساله راس مال آه. فبالتالي نتفلكس نفسها بتروح للمناطق اللي, اللي من النوع ده وتد... وتنتج افلام عفوا تنتج مسلسلات تحت مظلتها آه. هو الانتاج امريكي يعني احنا لو بصينا على مسلسل زي دارك او لاكازو دو بابل او اللي هو الاسباني آه. او المسلسلات الكوري بقى... ده انتاج اوريجينال لنتفليكس صحيح فاهم. بس ده في الموسم الثاني بعد نجاحه المحلي اللي بالظبط ولاكازو دو بابل برضه بعد نجاحه المحلي بتتقدم لهم مشاريع انا موافق على الانتاج بيجي مال زي اي حاجه عاديه بالضبط. إنما بتكلم على المنتج نفسه يتحدث بلغة وي... وتدور أحداثه في مدن ما أمريكية، والسرد نفسه مش أمريكي مش أمريكي، ولكن يعني... هم يستغلوا النجاح، آه. يعني طبعا. عشان يوصل لكل حاجة، فلو حضرتك حسبتها هتلاقي إن الإنتاج أمريكي برضه، يعني في الأول وفي آخر رأس المال أمريكي أو نقدر نقول أنه الربح أمريكي، لكن آه. في المحصلة لأن الشركة أمريكية صحيح إنما اللي برضه خطر على المنتج أنا صدقني م. أنا أشعر إنه كأننا أمام خطر على المحتوى الأمريكي يعني هم يهتموا بيه ملناش ده احنا مش موضوع المحتوى آه. الامريكي لكن السيطره والهيمنه الامريكيه على الانترتينمنت وعلى عالم الترفيه الدرامي ده اعتقد ان حصلت اعتقد وانه بقى في دلوقتي المسلسل الاسباني الناجح واليوناني الناجح والايطالي الناجح والكوري اللي مكسر الدنيا دي حقيقة. لما تشوف مسلسل كوري اللي هو لعبه الحبار ده وبيعمل بيشوفوا 141 مليون اسره في العالم بالزبط. في 12 اسبوع ده شيء اسطوري وده رقم يعني هم بيظنوا ان هو اكتر يعني هو بعد هو كده اكيد بعد 12 اسبوع الدنيا لا, لا هم كمان بيظنوا ان الرقم ده آه اكتر واكتر كمان لو ضفنا القرصنه يعني آه هو آه طبعًا الانتشار طبعًا مرعب يعني طبعا القرصنه دي حاجه آه اساسيه لكن برضه صدى على مصر هل احنا نقدر نقول انه الجائحه لما حصلت بقى فيه غنى في مصر مثلا هل نعتبر انه المزيكا بتاعت الراب والمهرجانات خدت واقع اهم نتيجه كورونا او الازمه اللي مر بيها الانسانيه والمصريين هل نقدر نقول انه في سينما مثلا الكوميديا النجاح فيلم محمد هنيدي مثلا النمس والانس ده نتيجه انه تعطش الناس للكوميديا بعد كورونا وتراجع فكره الاكشن والتوتر العصبي مش ناقصين توتر عصبي، هل في مظاهر من دي هل انتاجنا زاد؟ هل مسلسلاتنا زادت؟ هو مش انتاجنا زاد ولكن يعني بنحاول نعدي شويه، يعني انا من وجهه نظري ان احنا بنحاول نعدي او نحاول نعوض الخسائر التجاريه اللي موجوده ولكن انا شايف ان احنا تراجعنا أكتر أوه. لو حضرتك حسبتها معايا احنا كنا في وقت ما بيبقى عندنا تنوع، يعني في افلام ليها صبغه فنيه، في افلام ليها صبغه تجاريه، والافلام بتتعرض بناء على الموسم، يعني بيبقى معروف ان موسم نص السنه ده بيتحط فيه افلام شويه رومانسيه ليها علاقه بال اللي بيحبها المراهقين، اللي بيحبها الشباب زي افلام العيد بتبقى افلام استهلاك سريع، كل موسم وليه طبيعته. طبيعي. دلوقتي بسبب الضغط اللي حاصل ده بقى أي حاجة بتروح في أي حتة <applause> آه، سبايدر مان مثلا كفيلم عمل هزة في السوق وأجل عرض أفلام مصرية خوفا من حجم التأثير وحجم الضغط اللي عمله فيلم سبايدر مان فالفكرة <applause> هنا إن, أن أنا شايف أن إنتاجي تراجع من حيث النوع من حيث الكواليتي ما بقاش عندي افلام ليها صبغه فنيه اللي احنا كنا متميزين بيها في فتره بيقول في فيلم اتعمل في 11 يوم وعامل ايرادات 8 مليون جنيه في اول اسبوع بغير ما نقول اسماء الفيلم صار في 11 يوم مش ده برضو ايقاع كورونا وانه عايزين ايقاع كورونا طبعا لنح... بس يعني الناس عايزه تنبسط يعني <applause> هو ده وارد عندنا في مصر وكان موجود طول الوقت ما احنا عندنا آه. الاستاذ ناصر حسين كان بيعمل صحيح بس ده استثناء ب... الاستاذ ناصر حسين الله يرحمه كان بيعمل ثمان افلام في السنه بس كان بيعملهم للفيديو بالظبط للعرض السينمائي بس انا اقصد انت... ان الفكره نفسها قابله لده بس كان جنبها الاستاذ زب... ناصر حسين اه طبعا بس والله ده <applause> خلينا نتكلم عنه في يوم مخصوص آه يعني. ايوه طبعا طيب مره اخرى واحنا بنتكلم على الجائحه وتغييرها للمحتوى الفني، هل وانت بتتابع وقائع الجلسه اللي جرت في منتدى الدولي للشباب، هل بتعتقد انه في رؤيه عالميه لما بعد الجائحه فنيا ومحتوى ولا برضو احنا لسه جميع العالم لسه بيتحسس الموقف وبيشوف رايح فين؟ والله اعتقد ان احنا هنا في مجالات مجالات، يعني في مصر في مجالات اه اه الناس حسمت اه توجهها بشكل كبير في العالم برضه نفس الشيء لكن عندنا برضو هنا في مصر في م. ناس لسه مش مدركه للتفاصيل اللي حصلت م. يعني لو لو اتكلمنا بشكل ماذا مضحك التنوع ان احنا ما عندناش قدره م. على ان احنا نغامر حتى هذه اللحظه بان احنا نعمل فيلم ممكن ما يكونش له مردود تجاري ولكن يكون له مردود فني م. وهشير هنا طبعا للتصريحات المنصات, المنصات ما تعملش يعني وقايه لفكره انت مش هتاخد مش هينزل الفيلم ويعمل ايرادات كتير لكن المنصه هتدفع فلوسه فمقابله هيبقى جيد يلا نعمل ونشتغل خليني بمناسبه استاذ نصر حسين ربنا يديله الصحه وطول العمر نبقى نقابله قريبا باذن الله ونحيي ذكرياته لكن معانا دلوقتي مخرجنا الكبير استاذ خالد جلال مخرج المسرح الكبير وال... وأنا انا <applause> عايز اقول المفكر المسرحي بس المخرج المسرحي استاذ خالد اهلا بيك منورنا اهلا وسهلا ازاي حضرتك آه الحمد لله ومبروك العرض الجميل والرائع واللي اشاد بيه الجميع في المنتدى لكن كمان بيه. فكره مسرح شباب العالم دي فكره يعني مهتمين ان احنا نعرف من استاذ خالد جلال ازاي المسرح جمعكم كده ازاي المسرح يجمعنا مش بس يعني الفن لا وكمان يبقى من كل جنسيات الارض تجربتك الجميلة في مركز الابداع تجربتك الرائعة وازاي بتتحول الى شكل دولي عالمي من كل الجنسيات ازاي النقلة دي حصلت يا استاذ خالد <تصفيق> <تصفيق> النقلة حصلت مع منتدى شباب العالم <applause> يعني هو المتاع شعر تعرف ان منتدى شباب العالم بدا في القاهره وبعدين الشباب اقترحوا على السيد الرئيس ان يتحول المنتدى الى منتدى عالمي ويجي شباب من العالم كله بدل ما تبقى مجرد أوه. شباب من محافظات مصر فانتقل وقرروا ان هو يتعامل في شرم الشيخ سنويا واول سنه يعني من سنتين كده جيت انا هنا عشان عملوا مسرح شباب العالم والسيد الرئيس بيصير كل سنه انه يفتتح بيه انشطه المنتدى يعني بيبدا بالفن صحيح فعملنا مسرحيه في اول سنه اسمها الزائر حققت نجاح كبير جدا في الافتتاح بتاع منتدى شباب العالم فطلعت توصيه من منتدى شباب العالم ان كل سنه لازم تتعمل ورشه عمل تجمع شباب العالم آه. في مصر على ارض مصر ويطلع منها مسرحيه ترتجل مع شباب مصريين عملنا السنه الاخر دوره فاتت عملنا مسرحيه اسمها المحاكمه وكانت عرض فيه شباب من حوالي 17 دوله مع شباب مركز الابداع الفني اللي حضرتك شفتهم طبعا كتير قبل كده وبعدين السنه دي عملنا مسرحيه اسمها كنا واحد، كنا واحد دي شارك فيها شباب من البرازيل ومن البرتغال ومن, البرتغال ومن صربيا ومن روسيا ومن اليمن والمغرب وتونس وامريكا وملاوي وبيرو والبرتغال، يعني مجموعه كبيره قوي شاركت السنه دي من العالم في عرض كنا واحد. اتعرض الحمد لله في الافتتاح والحمد لله الحمد لله حقق حقق حاله عظيمه يمكن كمان لان الموضوع يمس الجميع يعني مو. يعني هو الموضوع ما فيش حد آه لم يتاثر بيه موضوع الجائحه وتعاملنا معاها كمجتمعات وحضارات لكن طبعا خلينا نسالك استاذ خالد وانت بتعمل نص مسرحي للتفاعل مع واقع يومي معايش مش بيبقى مسألة أصعب كتير من انك تعمل نص مسرحي كده حر بعيدا عن الارتباط لا اما بتوقيت عرض او حدث معين او جمهور معين انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بنعمل شيء في منتهى 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 الصعوبه يعني لما يكون عند حضرتك نص مسرحي تقدر تعمل بروفيت قراءه ثم توزع الادوار ثم ت... الخطوات التقليديه لعمل اي مسرحيه لكن في هذه المسرحيات اللي بتقوم على الارتجال انت بيبقى معاك مجرد فكره وبيجي لك شباب وأنا أصر كل عام على أن يتحدث الشباب اللي جايين من العالم بلغاتهم الأم أوه. يعني الروسي يتكلم روسي والصربي يتكلم صربي واللي من ملاوي تتكلم بلغتها واللي جاي من أمريكا تتكلم إنجليزي وهكذا علشان يعني يكون كل واحد ينقل ثقافته وحضارته إلى خشبة منتدى شباب العالم وفي هذا أعظم صعوبة بقى. ازاي المتفرج اللي قاعد بدون م. ترجمه؟ يعني احنا مش حاطين ترجمه ولا حاطين سبتايتل ولا حاطين اي حاجه، يبقى عنده انسيابيه وتواصل ما بين الممثلين وهم بيتكلموا وكانه كل كلمه بتشرح م. اللي وراها، م. يعني كل كلمه لو حد بيتكلم بالانجليزي يبقى كانه جزء جزء من من جمله انت فاهم اولها فبالتالي لا لا يصعب عليك انك كنت تتابع العرض و... و... وتبقى فاهمه بالكامل يمكن كمان في المحاكمه كانوا بيتكلموا كلهم بقى بلغات كثيره جدا قصدي مهمه صعبه وبنرتجل المشاهد واحنا هنا في شرم الشيخ يعني ما فيش حاجه سابقه التجهيز بنعمل الديكور واحنا هنا في شرم الشيخ بنعمل الازياء واحنا هنا في شرم الشيخ علشان كده بتطلع طازجة جدا وآنية و... 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 جدا وبتطلع تمسك الناس فعلا لأنه الشباب كل واحد بيقول اللي حاسس بيه آه شخصيا وبيحوله الى لوحه فنيه وبيحوله الى لوحه غنائيه وبيحوله الى لوحه استعراضيه وبيجي دور المخرج آه اللي هو بقى يقدر يعمل المونتاج المظبوط اللي, اللي هو يقدر يعني نحط البدايه والوسط والنهايه ونقدم مسرحيه من كل هذه الانتاجات متباينه جدا واللي هي ممكن تكون بعيده عن بعض جدا ازاي نربطها مع بعض في خط واحد والله الحقيقه يا استاذ خالد انت تاخد نوط الامتياز في صناعه الفن المرتجل يعني يعني شيء مبهر لما بتقدم عمل قائم على الارتجال او على الارتجال المنظم والمخطط ف وكل اعمالك يعني تشهد بعبقريه حقيقيه لكن السؤال هنا يا استاذ خالد العروض دي هل لها دوام للعرض مره اخرى المسرحيات دي لها عروض تالية في أماكن مختلفة هل تنتقل بالمسرح ده إلى مؤتمرات دولية أو هتجيبوا الأوبرا إيه مستقبل المسرحية دي احنا في عرض الزائر من سنتين كده عرضناه في القاهره بعدها بعدة شهور يعني استدعينا <applause> الممثلين اللي هم جايين من كل مكان دول <applause> وعرضناه في القاهره لانه كان كان العرض بيتكلم عن التكنولوجيا وكده وكان تاثير التكنولوجيا على المجتمع لكن المحاكمة ما تعادش لانه اتعرض فعلا اتصور وعايز اقول لحضرتك انه اتعرض في حوالي مثلا كل قنوات مصر عرضته في نفس التوقيت لانه كان عرض بيمثل قضيه الانسانيه وقضايا كثيره انسانيه فاهتم منتدى شباب العالم ان يعرض على الناس وان الناس اكبر عدد ممكن من الناس تستمتع بيه أوه. العرض بتاع كنا واحد اتعرض ايضا يوم الافتتاح على الهواء مباشره في التلفزيون و... ولكن هو في احتماليه كبيره جدا ان يعاد تقديمه آه واحنا بننتظر دايما يعني لما يطلب مننا كل الولاد بيبقوا و... مش بس آه آه مش بس المصريين لكن كمان الاجانب بيبقى خلاص ارتبطوا ارتباط عظيم بمصر وارتبطوا ارتباط عظيم ببعضهم وهذا العرض بيوحد ما بينهم آه بشكل آه يعني اتاح لي الفرصه ان حضرتك تلتقي بناس من دول لان هم يتحدثوا عن مصر الان آه وكانها ذات التجربه الفريده، الدوله اللي بتعمل تجربه فريده هم عمرهم ما شافوها حتى عندهم. رائع. طب بعيدا بقى عن المنتدى وفي مركز الابداع، ما الذي ننتظره من أستاذ خالد جلال قريبا؟ احنا عندنا دفعه كبيره دخلت فيها حوالي 130 طالب و... و... وقدمناهم طبعا عشان الطاقه ال... الاستيعابيه للابداع عشان دلوقتي طبعا في ال... في الفترة بتاعت الكورونا أو كده قسمناهم إلى مجموعتين اه وهي طبعا هدعو حضرتك قريبا باذن الله ان تشاهد عروض التخرج بتاعه الدفعتين اللي موجودين حاليا وهم احنا بننتظرك دايما عشان تشوف الله يخليك ودايما انت عروضك دي طبقه يعني عروض لامعة وبتقدم دفعات من الممثلين الرائعين اللي ملأوا شاشاتنا وحياتنا بهجة وتمثيلا مبدعا ويعني طول عمرنا طول عمرنا حضرتك بتتابعنا وطول عمرنا حضرتك يعني بتدلنا دعم كبير الله يكرمك خير انت عارف لك من معطف جوجول خرج الادباء الروس فمن معطف خالد جلال خرج فنانون كثيرون يعني فخد بالك من معطفك في عرضك وفي بتمطر الايام دي في شرم الشيخ شكراً جدا <applause> استاذ خالد جلال فناننا كبير التجربه تجربه حيه جدا ومهمه للغايه لكن كمان فكره انك تعمل اعمال فنيه سواء اغنيه او مسرحيه او فيلم مهموم بالكورونا وبالجائحه باين في الفيلم الاخير دونت لوك اب فيلم أوه. مهم جدا عن جداً. المره دي مش جائحه المره دي نايزك هيجي يدمرنا دمرنا. ازاي بنتعامل بقى كان شيء بديع اخر انتاجات <applause> الفكرة يعني يمكن كان من أكثر الحاجات اللي اللي خلت الفيلم ده ما يكونش له نفس الشعبية القصوى اللي بتحظى بيها الأفلام الأمريكية عادة إن الفيلم محلي جدا طيب. لو حضرتك خدت بالك هتلاقي إن الفيلم ده بيتكلم باللغة الأمريكية بالثقافة الأمريكية بكل التفاصيل اللي ليها علاقة بالمجتمع الأمريكي لذلك ما لقاش الصدى يمكن المتوقع يعني هو هو حصل لكن هو هام جدا لكن هو هام جدا وأنا شفته في كل المجتمعات مش بس كلنا اصبحنا هذا الرجل يعني آه يعني هو ال... النايزك جاي وهنخمه ازاي ف... وهنموت بس احنا بنتكلم في التويته الاخرانيه ايه هو. ليش مشغولين خالص الواقع بقى اصعب بكتير <applause> من ال... من ان احنا نفكر في النهايه مش كده ايوه استاذ رامي اشكرك على هذا الاذكاء الممتع اشكرك جدا اشكركم والى الفصل كان شيئا لافتا للغايه في وقائع مؤتمر منتدى الشباب العالم هذا العنوان وتلك الجلسه التي دارت حول المسؤوليه الدوليه في اعاده اعمار مناطق ما بعد الصراعات. خد بالك انه تعبير الصراعات هنا تعبير مهم لانه لم تكن الحرب وحدها التي جلبت الى هذه المناطق دمارا. العنوان الاهم في استمرار الانسانيه بمعنى انه ها وقد جرت الصراعات والحروب الاهليه واعمال التخريب والتهديم والارهاب لكن وماذا عن الانسان بعد ذلك كله؟ ما الذي يمكن ان يحدث؟ كيف نستطيع ان ننقذ يعني البشريه مما جرى خصوصا ان معظم هذه المناطق المنكوبه هي مناطق عربيه صميمه هي كانت جراء هذه الصراعات هنا الجلسة بعنوانها بتأثيرها كان مهما للغاية أن نناقش حولها وفيها واحدا من أهم المتخصصين دكتور محمد عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أهلا بك دكتور عبد المنعم منورنا حضرتك خليني أدور الأول على مصطلح إعادة الإعمار ده هل ده مصطلح يعني خلاص يعني تم صكه دوليا أمميا هل له مفهوم واحد ووحيد لا, لا. لا مفاهيم أخرى حوله تمام إعادة الإعمار دايما بتيجي بعد زي ما حضرتك تفضلت قلت بعد أي صراعات بعد اضطرابات في أي منطقة مف لابد من إعادة إعمار هذا المركات إعادة الإعمار كانت مش يعني مفهومها الأول أنه إعادة إعمار بنية تحتية ومشروعات وعمارات وطرق وكباب وكلام ده لا إعادة الإعمار النهاردة أصبحت تمتد لخدمات صحية وخدمات تعليمية إعادة إعمار علاقة هذا الوطن أو هذه الدولة بالمجتمع الدولي إعادة إعمار وعلاقات هذه الدولة بالطوائف السياسية والطوائف الاقتصادية الموجودة داخل هذا الوطن طبعا لأنه, أو. لأنه دايما الصراع في داخل أي منطقة أو داخل أي دولة إما صراع كان داخلي من طوائف داخلية عندها أو صراع ما بينها وما بين يعني دوله قوه أو اقليميه او قوه دوليه اخرى موجوده موجوده وبيتم الصراعات عليه بعد ان هذا الصراع لابد من اعاده الاعمار واعاده الاعمار ده فكره يعني هي ليست جديده هي فكره قديمه لكن اعاده الاعمار النهارده بنتحدث عنها انه معظم الدول اللي حصل فيها اللي لها دول عربية سوريا العراق لبنان اليمن ليبيا و... وأيضا بعض الدول الإفريقية كان هناك حديث عن إعادة إعمار هذه الدول, الدول وأيضا أنه الد... يعني القوى السياسية والقوى الدولية والإقليمية كانت بتسعى أنها كلها تتقاسم الكعكه او التوطه بتاعة الاعاده او مكاسب الاقتصاديه والسياسيه من اعاده هذا الاعمار. خلينا نتكلم عن المكاسب والدول المتدخله في موضوعات اعاده الاعمار لكن خليني اسال عن التجارب التي جرت يعني احنا بعد الحرب العالميه الثانيه عندنا اكيد تجارب اعاده اعمار لالمانيا لفرنسا لانجلترا. ايه اشهر هذه التجارب وايه الاستخلاصات اللي خرج منها العلوم السياسيه من جراء فكره اه اعاده الاعمار. بعد الحرب العالمية الثانية يمكن في 1947 كان في الوزير الخزانة الأمريكي جورج مارشال اللي هو أعلن عن مشروع مارشال لإعادة الإعمار وده كان هذا المشروع كان هدفه الأساسي حاجتين طبعا في هدف اقتصادي واضح أن والله دولة أمريكية دولة قوية هي تعتبر الدولة يعني التي الكاسبة من هذه الحرب وأن هي أقل خسائر فتبدا تدعم الدول الاوروبيه بشكل كبير وبدات تعمل مشروعها انه يتم اعتماد 13 مليار دولار امريكي لتمويل الدول المنكوبه في الدول الاوروبيه بس طبعا التمويل كان بيتم وفقا للهوى او طبعاً وفقا سياسي. لمن كان معا بالضبط لا مش هيروح دل... يعمل اعاده اعمار لروسيا يعني بالظبط <applause> وايضا مش هيعمل اعاده اعمار مثلا لالمانيا الشرقيه اه اللي هو بالظبط نفس الكلام لكن كان الهدف الاساسي انه كان مارشال كان وجد او الدوله الامريكيه وجدت فيه انه هناك هيمنه السوفيتية أي الاتحاد السوفيتي بقى للفقراء وانتشار الفكر الاشتراكي داخل هذه الدول فكان عايز يغير هذه المفاهيم ويعيد هذا الاعمار فدي كانت اشهر حاجه تم اعتماد هذه الخطه في 1948 الف... الف... الف آ... ترومان غالبا كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه انذاك وهو اعتمدها وبدات تتعمل لمده اربع سنوات اللافت للنظر ان الدول التي حصلت على اعاده الاعمار او تمويل من ال... والدعم والمعونه من الولايات المتحده الامريكيه نهضت وحققت نمو اقتصادي اعتبار من سنه 52 بعد اربع سنوات اكثر مما كانت تحققه من قبل. فعلا فعلا عملت نقله آه كبيره دي. عملت نقله كبيره الدول مم. نفسها لكن نص هذا المبلغ طبعا 13 مليار دولار ده ب... بوقتها يوازي النهارده بعد التضخم بعد الزياده بعد ال... انخفاض القوى الشرائيه للد... للعملات والكلام ده يوازي بما يقرب من 300 الى 350 مليار دولار. <applause> يعني 13 دول النهارده رقم آه. كبير قوي بس شركات امريكيه استفادت منه شركات طبعا بتعمر هي اللي كان بيقوم بالتعمير في بعض الدول زي انجلترا هي طبعا اخذت الجزء الاكبر من هذا اللي هي مشروع مارشال ولكن كان بيقوم بها انجلترا نفسها آه. وبعض الدول بعض الشركات الامريكيه لكن معظم الدول كانت الشركات الاجنب الامريكيه هي التي تقوم باعاده الاعمار واعاده البناء واعاده الهيمنه والسيطره من جديد. وطبعا الشركات الامريكيه بتستخدم عماله البلد من من نفسها لكن بنتكلم لما اه. نتكلم على شركه او نتكلم على دوله بتعيد اعمار ده معناها بتحرك الحياه الاقتصاديه داخلها هي بتستفيد اه. ان في شركات من عندها بتشتغل اه. معناها عماله بتزيد عندها وبتشتغل معناها ان البطاله بتقل معناها ان المصانع دي بتنتج منتج او اه. يعني مخ... من مخرج من المخرجات لديها وبيتم يتم تصديرها للخارج هي لديها الفوائد والمكاسب الاقتصاديه بشكل كبير جدا، يعني هي بتساعد ولكن في نفس الوقت هي بتساعد نفسها اكثر آه. وبتربح أيضا. كثير. طبعا بتربح آه. بكثير. طيب التجربه دي نجحت بدايه الدول الاوروبيه عاشت انطلقت آه. لكن آه. يعني في تجارب اخرى مثلا فيتنام ازاي قامت بعد الحرب الامريكيه والغزو الامريكي والمقاومه الامريكيه الفيتناميه له وكانت دوله يعني واليابان اليابان نفس الحكايه، اليابان مارشال كان جزء منها؟ جزء منها بس كان ضعيف جدا لكن م. اليابان اعتمدت على نفسها. م. اليابان عملت خطه اعاده اعمارها بنفسها واعاده بنائها من جديد بنفسها. ربما كان هناك تدخل سياسي اه من او عسكري مع الولايات المتحده الامريكيه بفوضى هيمنه عسكريه عليها من جديد، لكن كان التعاون او كان اقامه هذه الدوله اليابانيه قائمه على اليابانيين ذاتهم. جميل. نيجي بقى للوطن الراهن رعب. الذي ليس م. جميل ده صحيح يعني, يعني. تجارب نجاح وامم استطاعت ان تنهض. المفارقه ان احنا ما تكلمناش عن دول عربيه وقتها طبعا لانها ما كانش في حاله التدمير دي. صحيح. الان ونحن اشبه ما نخرج من حرب <applause> عالميه طيب. داخليه. إي إي خليني اشوف دولنا واعاده الاعمار هل طيب. احنا واحنا بنتكلم عن الواقع دلوقتي بيتكلم على العراق هل هي مستقرة لإعادة إعمار هل ليبيا مستقرة إلى الوضع الذي يؤهلها لإعادة إعمار هل عندنا تحدث عن سوريا الدول دي نفسها وكانها ذلك في حالة الصراع, ومن ثم إزاي يتعمل إعادة إعمار وصراع قائم قبل ما نتكلم على هذه الدول أوه. لابد ان يعني نعي شيء مهم ان اعاده الاعمار له شروط مهمه جدا، اول شرط توافر الموارد الماليه أوه. ما انا مش هعمر لما يكون في فلوس في الدوله صحيح, صحيح. النقطه الثانيه الصراع اللي داخلي ده دا انتهى على ايه؟ م. الصراع الداخلي ده انتهى على ايه؟ هينتج عنه حاجتين م. هيكل سياسي مين ماسك الدوله م. وهيكل اقتصادي داخل الدوله ده دا معناه ايه؟ من الذي يقوم باداره شؤون الدوله أوه. طيب نقرب المثل مم. النهارده مصر لما كان عندنا صراعات في 2011 و12 واتصوا وبدات الاخوان فصيل الاخوان هو اللي تولى الحكم كان التحالف معانا مع مين؟ مم. مع قطر وتركيا. صحيح لما 2013 و30 يونيو جت والثوره قامت مم. حصل ايه؟ ان المتحالفين معاك سابوك اه وبالعكس طلبوا منك عوده الودائع الموجوده أه. داخل البنك المركزي. فاذا وجود او وجود ال, ال... الشكل السياسي والشكل الاقتصادي بعد الصراع هو اللي بيحدد من المتحالف معاك من القوى الاقليميه اللي هتقف معاك من القوى الاقتصاديه اللي هتقف معاك هل المؤسسات الدوليه هتشترك معاك ولا لا يعني ممكن هل انت تملك بنيه داخليه مؤسساتيه في تقوم الدوله تقوم بالمهمه اللي هي بتحاول دائما الاقتصاد ماليه بالزبط. من الفلوس اللي هتيجي دي مش هت... لا ما اعاده اعمار معتش... مش هتتفضل. لم يعد آه. هناك التمويل لاعاده الاعمار بفلوس بيديها للدول اه بيديه منشا على طول منشا على طول بديك منتج آه. النقطه الثانيه انت لو معكش فلوس او الدوله معهاش فلوس بس عندها يعني ثروه كبيره بطوليه مناجب محاجر م. حاجه هقدر اقيم قاعده عسكريه اذا هنا في الوقت ده قوه اقتصاديه اخرى هي التي تقوم بانها بتقوم بقى التمويل. طبعا التمويل. بالتمويل واعاده تمويل الشبكه الشروط اللي حضرتك قلتها لبدء اعاده الاعمار هي منطبقه هل هي منطبقه على الاحوال الدول العربيه الان التي نسعى لاعاده اعمارها طبعا في ك يعني طبق. طبعا في زي طبعًا. ايه؟ يعني, يعني في دولتي ولا م. حرب انتهت مقال حقيقي الى ايه اللي حصل يعني تمام إيه لا ممكن حتى نمسك حتى نعتبر نمسك, نمسك العراق، العراق الى حد ما ما هو منطقه م. الصراع ممكن نقول انها انحصرت في العراق أماكن محدده لكن بقيت باقي العراق اصبح م. مستعد لاعاده التو... لاعاده م. ما يطلق عليه الاعمار آه من جديد واعادة البناء من جديد. اذا العراق جديد. رقم واحد أو العراق اه العراق رقم واحد والعراق بدأت بالفعل انها قامت مم. بما يطلق عليه آه مشروع ان هو تمويل واعادة بناء العراق واشتركت فيه كثير من الدول وعرضت رغم حتى كل الخلافات والتطاحنات السياسية <applause> بالظبط وانه حتى الان يزال الوضع الحكومة العراقية الجديدة في انا عايز بس اودي الحضور. بعد انتخاب رقم, رقم واحد بس برلمان اللي هي لكن آه. لا يزال تشكيل الحكومة معلقة تمام لكن ما زال العراق قادر النهاردة على إعادة الإعمار في أجزاء كبيرة جدا من خلال أنه يقيم بناء وبنية تحتية النهاردة العراق تحدث والعراقيين تحدثوا والمصادر الاقتصادية السورية من العراق بتتحدث أنها في حالة احتياج لأكثر من خمسة مليون وحدة سكنية في حالة احتياج بنية تحتية تقدر بأكثر من مليار طب خلينا نتكلم على احتياجات العراق وإعاده الاعمار سوف نتحدث عن مصر تمام وكيف يمكن ان تساهم في اعاده اعمار الدول الشقيقه المحيطه التي تحتاج بشده الى اعاده الاعمار ولكن بعد الفصل اذا اعاده اعمار الدول العربيه التي تعرضت لصراعات انهكت ويعني ودمرت البنية الأساسية لا بل والبنية الإنسانية أيضا كيف يمكن أن يتم ذلك هذا كان عنوانا من عناوين منتدى جلسة من جلسات منتدى الدولي للشباب لكن أيضا ما هو موقف مصر وكيف يمكن أن تساهم وتسهم مصر في عادة الإعمار لهذه الدول كل هذا نسأل ولا نسأل معه دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية أهلا بك أهلا أهلا دكتور منورنا مجددين الترحيب ومجددين السؤال، كنت بدات بالعراق كنموذج لفكره اعاده الاعمار. صحيح احتياجاتها ايه؟ احتياجات العراق يمكن في رقم سته احنا يعني محددين انه حجم احتياج العراق كمرحله اولى يتجاوز ال مليار دولار كمرحله آه. اولى. العراق يحتاج في اجمالي مساهمات او اجمالي اعاده البناء والاعمار لديه اكثر من 300 مليار دولار 300 مليار دولار تمام احنا لو ان الخسائر العراق مش بلده غنيه مش بلد غني يا دكتور دوله أو... غنيه بالبترول ولكن هناك هيمنه وسيطره على البترول موجود في العراق أو. اه هيمنه وسيطره من الولايات المتحده الامريكيه لان لو م. تفتكر كان دواء النفط مقابل الغذاء فكان هذا البرنامج الموجود ده ادى الى انه طبعا هو بيبيع له يعني الحاجه بضعف ثمنها او ثلاث اضعاف عشان في نقله وفي مخاطر وكام ده فما زال العراق ما زال مدينا لهذا البرنامج بالنفط الذي يمتلكه وده اللي كنا بنتكلم عليه ان القوى السياسيه بتدخل الدوله يعني انا ممكن اكون انا عايز اخد جزء من الكعكه او من التورته اللي خاصه باعاده الاعمار ولكن هناك قوى دوليه وقوى اقليميه اخرى تحاول الدخول ويكون لها فرصتها اكبر مني مم. هي دي الاشكاليه مم. طب الدول لما تخش ممكن لما تدخل تجيبني انا كعامل آه. تجيبني انا كمورد لبعض آه. جزء ولكن ليس المهيمن او المسيطر آه. على عمليه الاعمار بشكل كبير جدا ولكن لا الموضوع ده ليه حل آه. حل يعني هنقوله في الاخر طيب. لكن خلينا نتحدث عن مست... العراق محتاجه 300 مليار حضرتك بتقول اه ده المرحله الاولى 100 مليار 100 مليار من آه. 100 مليار دولار تكلفه المشروعات اللي محتاجها العوائل سواء كان في قطاع الاسمده، قطاع النقل، قطاع آه الاسكان اه هنا إيه الجرافيك يا جماعه يعني مفصل ال 157 من المشروعات 18 اسمده ونفط، 15 نقل مش كده يا فندم؟ لا اه ده الحدود اللي عشان كدوله اه تقوم المرحله تك... آه تك... يعني الاولى الاعمار يعني بالظبط الزراعه، التجاره، الصحه والتعليم صحيح تمام؟ كل ده في اعاده اعمار آه. والعراق من الدول اللي عملت مؤتمر لاعاده الاعمار الخاص بها يمكن في الجرافيك رقم واحد وضحناه وكل دوله من الدول تعهدت اه, آه. وعدت وتعهدت بوجود 2 مليار بالظبط آه في اعاده اعمار طبعا الكويت 2 مليار السعوديه 1.5 مليار ماليزيا 100000 دولار مم. البنك الاسلامي لتنميه 500 مليون دولار وكثير من الدول النهارده كله متوقف على ايه؟ على المشهد الصراع السياسي بس هو بجد ماليزيا 100000؟ اه 100000 ده ميت ألف ميت ألف إيه؟ 100000 <applause> دولار كله بالدولار فعلا بس كده يعني اه اه يعني ده ده مساعده ومسانده منها فيعني تشكر برضو انها بتساند وبتساعد آه. كدوله يعني موجوده في العالم آه. تمام ده مشهد العراق آه. طب فرصه مصر م. فرصه مصر اعتقد ان في العراق ليست كبيره قوي يعني عندك هيمنه وسيطره من الولايات المتحده الامريكيه من روسيا من بعض الدول من ايران من ايران طبعا على المشهد العراقي اكثر من مصر. أوه. ده بشكل واضح يعني. برضه بعد المسافه، احنا بنتكلم على مسافه مش مش قريبه، مم. ان انت تقوم بتصدير او حاجه ما عندكش الامكانيات الماديه انها تصدر وتستنى في اموالك وفلوسك تتاخر عليك فتره واتنين وثلاثة لكن مش معنى ذلك انه ما فيش تعاون ما بين مصر وما بين العراق في اعاده الاعمار في جزء اللقاء لكن... الاخير اللي جرى بين الرئيس السيسي ده ورئيس الوزراء فتح آه. فتح مجال ان انت تدخل كشركات م. مصريه لاعاده الاعمار واعاده البناء، لكن حجمك قد ايه في التورته في الكعكه دي؟ هو انا سمعت من رئيس الوزراء شخصيا يعني حجم من الـ من الاشاده بالشركات المصريه اللي صحيح. بدات تشتغل خصوصا في مشروعات النقل والكباري اشاده حقيقيه وراقيه يعني. تمام آه. والاشاده موجوده لان مصر قدمت نموذج ملهم للعالم بأمانة في عملية إعادة البناء وبناء المدن وبناء البنية التحتية بشكل كبير جدا النهاردة أنت في مصر عندك في خلال سبع سنوات أكثر من 14 مدينة جديدة طبعا العاصمة الإدارية المنصورة الجديدة المنيا الجديدة أسيوط الجديدة أسوان الجديدة أنت بتتحدث عن مدن تم إنشائها بشكل كبير جدا وبشكل ضخم وتعتبر من كلها من الجيل الرابع بناء مصر لهذه المدن الـ الـ الانفتاح في اعمال البنيه التحتيه والمشروعات كل ده كان ملهم او صحيح يعني جاذب ان مصر يعني تكون انا اصدق هذا واقبله تماما تمام لانه كمان لما لما الشركات نفسها راحت اشتغلت في الدول العربيه اثبتت ده ونفس هيك الكلام هيك. لما الشركات المصريه وعلى طبعا شركه حكوميه مولين العرب لما قدمت في تنزانيا ومشروع السد اللي بيتبني هناك بتبنيه هناك ب 4 مليار دولار وبيتم عمله بانجاز اكبر مما كان متوقع لدى في الشعب المصريين عارفين ان مصر بتبني سد آه سد في سد تنزانيا سد اه فد كبير تمام. سد كبير العرب سد ماء يعني حاجه مهمه للغايه صحيح نتحدث عن سوريا 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 في نموذج رقم 7 طبعا سوريا للاسف يعني ما زال الصراع موجود يمكن هادئ قليلا لكن ما زال ممتد ومتواجد على سوريا طبعا سوريا في مناطق دمشق ومحيطها يمكن ان تكون فرصه لبدايه اعاده الاعمار بالزبط. عندنا لكن هل شركات الايرانيه والشركات الروسيه يمكن في اعاده الإعمار احنا عندنا دمشق وعندنا حلب آه. برضه بدات فيها شويه آه. أه وريف دمشق بدأ يلي فيه برضه الـ 10 سنوات من الحرب اه احنا بنتكلم الخسائر الاقتصادية فقط في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار منها 117 م. مليار كان خسائر اقتصادية م. نتيجة الدمار اللي اللي تم في المنشآت وفي البنية التحتية والاقتصاد السوري يعني خسر أكثر من 324 مليار دولار <applause> نتيجه ان العمله بتاعتهم انخفضت 75% من قيمتها، <applause> نتيجه الصادرات السوريه طبعا تكاد تكون توقفت تماما، ايضا عمليه البناء والتعمير طبعا توقفت، كل الخدمات المقدمه للمواطنين، النزوح النهارده احنا بنتكلم الشعب السوري كان 21 مليون نسمه، النهارده في خرج منه 5 مليون في بعض الدول في نازحين اكثر من ثلاثه مليون فتقلص الشعب نفسه وانخفاضه داخل الدوله وعدم وجود اي مشروعات عدم وجود بنيه تحتيه عدم وجود آه كهرباء عدم وجود اي مرافق موجوده طبعا انخفض وانحسر الوضع الاقتصادي داخل سوريا سوريا تحتاج مبدئيا حسب ما تم القيل عنه من المؤسسات السورية دي انا بعتقد طبعا هو البنك الدولي تحدث عن سوريا يعني البنك الدولي لما عندما تحدث عن سوريا قال ان سوريا تحتاج الى 640 مليار دولار سوريا نفسهم قال والله احنا محتاجين مرحله اولى 253 ممكن نقسمها جزئين 150 والباقي في مرحله ثانيه 150 مليار دولار م. طيب النهارده سوريا الصراعات الموجوده لديها ما بين روسيا فيها جزء طبعا كبير ومهيمن ومسيطر ايران الولايات المتحدة الأمريكية تركيا داخلة في في ال... في الحزبة يعني فأنت محاطة بمجموعة سواء كان يعني قوة إقليمية زي تركيا وإيرانية وقوة دولية زي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ده وضع ما يخليش إعادة إعادة تتم ولكن آه. تتم وفقا لهوى واشتراطات القوى الـ آه الـ آه. الأمريكية والروسية. <تكلم> هي دي هتتم وفقا للهوا <تكلم> بتاعه، انا هتم بناء على ايه؟ هعمل قواعد هنقسمها سوا يعني هنقسمها سوا <تكلم> وندي بعض الاجزاء لبعض الدول من الدول الاتحاد الاوروبي، ولذلك دايما نجد ايه؟ ان امريكا لما تطلع قرار تلاقي مثلا فرنسا معاها. طب ليه؟ عشان تاخد من النصيب، ما انا هديك بس هوافق معاك على حاجه بس هتديني نصيب. طب نروح ليبيا. طب <applause> <applause> ليبيا يمكن دي اقرب ال <applause> يعني <تصفيق> رقم اثنين <applause> <رقم تليني> اظن. رقم, <applause> رقم اه هي اكثر من رقم انا كاتبها رقم <applause> أه، اربعه. واثنين برضه. إعمار ليبيا ليبيا تحتاج في إعمارها أكثر من 111 مليار دولار كقيمه مبدئيه. جدول الـ يا جماعه اللي عايزين نبدأ بالأول 2 أيوه هو ده. اه تمام. بتقدر تكلفة إعادة إعمار ليبيا 111 مليار دولار. اه تكلفة 11 إعادة 111 مليار دولار. تمين. طبعا مم. ليبيا من 17 فبراير 20 ااا uh, 20/11 حتى هذه اللحظه في صراعات داخليه وصراعات قوى اجنبيه واحده. شايلة بيترعب بنا من النقد الاجنبي 38 مليار 38 مليار احنا دولار احنا كنا كام بقى؟ كان 172 172 ووصل في بعض الاحيان 185. اه وشوف بص يعني, يعني, هو نقص كل ده في التخريب طبعا ال... مش في ال... مش في العصر <applause> لا ده وصل <applause> في العشر سنين اللي فاتوا اه, آه. ال100 ت... طبعا سواقات طبعا, نعم. نعم. طبعا سواء او نائب نعم البنك المركزي الليبي اتسوى اكثر من مره خلال الفترات القديمه رئيس البنك المركزي الليبي قاعد في قبرص باين اه, آه يعني هو عم بسمع فيش عاد يعني مشهد فليبيا النهارده لديها طبعا اموال ولديها ايضا نفط وبترول بشكل كبير 1.3 مليون برميل بيتم انتاجهم يوميا لكن الصراعات داخل ليبيا كبيره جدا يمكن مصر النهارده لها بقى دور كبير جدا آه. داخل ليبيا وده دور مهم جدا نتكلم فيه في خطوتين آه. اول جزء وده المهم جدا انه في ليبيا ممكن نجيب بس الجرافيك رقم اربعه نجيب اربعه يا بيه آه. طيب قبل ماشي مصر طبعا العماله المصريه في ليبيا كانت موجوده قبل احداث 2011 كانت تتجاوز ال 2 مليون النهارده بنتكلم على اقل من 300 الف لكن الدوله المصريه عملت شيء مهم جدا جدا للعماله المصريه التي سوف تذهب الى ليبيا خلال الفتره القادمه يمكن ما تمش اذاعته في الاعلام بشكل كبير ان وزارة القوى العامة وزارة الخارجية قاموا بدور كبير جدا في ايه؟ ان العقود هيتم عقود العمالة هيتم مراجعتها داخل الدولة المصرية قانونيا ان حقوق المواطن المصري او العامل المصري في تامين صحي اجباري في تامين طبي اجباري في تامين ضمان اجتماعي في بوليس التامين على الحياه انه يستطيع ان يعني اسرته تذهب معاه بعد فتره من العمل خلال ست شهور انه سهوله تحويل العمله الخاصه او ايراداتها ده لو و... انا تعاقدت مع شركات وتم التعاقد ولا حكوميه ولا خاص وقطاع خاص وقطاع خاص ومصر وقعت 11 اتفاقيه مع الجانب الليبي قيمتهم اكثر من 119 مليار دينار ليبي يعني 4.5 تقريبا مليار, مليار يعني دولار هو الجانب الليبي هنا اللي هو مين بقى؟ الجانب الليبي كان مصر ما وقعت عليه لا كان الدببه اللي هو لسه آه يزال يعني آه 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 كان لا بس ده تم التوقيع من اكثر من ثمان آه شهور الاهم من ذلك في ليبيا مصر النهارده لديها شركات داخل ليبيا تتجاوز ال ألف شركه فعلا 27000 شبكه مقاولات بنيه تحتيه خدمات شغالين عمار في موجود موجود اعاده اعمار بدأت, بدأت, بدات اعاده اعمار وبدات بجزء كبير جدا وبدا في توقيع اتفاقيات وبدات الدوله المصريه بعمل انشاءات داخل ليبيا في اجزاء كبيره جدا لكن احنا بنتكلم في اربعة مليار واحنا بنتكلم في الجزء الاولاني كام 111 مم. انت لسه بدري لكن هنقول 50 او في 40% من العقود او من المشروعات المطروحه من الجانب الليبي مصر مهيمنه على 50% منها تقريبا او 60% من يعني يعني اعاده اعمار الدول العربيه بعد الصراعات تبدو ليبيا هي الدوله المرشحه اكثر لدور مصري طبعا. اكبر اقتصادية واعماريا بالضبط صحيح اشكرك جدا بسرعه في شكرا, 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 للغايه شكرا, شكرا اشكركم والتقي بكم غدا باذن الله حديث القاهره